السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني وشرفني إن أنا أقدم الدكتورة هبة محروس علي، حاصلة على ماجستير من جامعة القاهرة قسم العمارة، تخطيط البيئي حول الجرين ريتنج سيستم والبيلدينج انرجي كونسيوبشن، وحاصلة على الدكتوراه من جامعة القاهرة قسم العمارة، التخطيط والتصميم البيئي عام 2016 عن المناطق المحمية والآثار الاجتماعية، ومحاضر في قسم الهندسة المعمارية بالأكاديمية الحديثة، محاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات مثل قناة السويس والشروق، ومتحدث في تيدكس جامعة قناة السويس، مدرس بيونيفرسيتي وورك تبع اي سي جي، ومشاركة في منتدى تغير البيئة والمناخ، ومدرب في برنامج التدريب لتأهيل المناخ، ومتطوع في مبادرة مليون متطوع شاب من أجل المناخ. شكرا دكتورة. الدكتورة إن شاء الله كلامنا النهاردة عن كيف نصمم بيئيا أو how to design environmentally. تفضل دكتورة. شكرا حضرتك. مساء الخير على حضراتكم، الصوت واضح؟ صوت واضح تمام. مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا دكتورة هبة محروس، أتمنى إن شاء الله إن محاضرة النهاردة تكون مفيدة، مختلفة، متميزة، وأتمنى إن شاء الله إن بعد السيشن دي يبقى طريقة التفكير اتغيرت أو ابتدينا نبص للموضوع بطريقة مختلفة. السيشن بتاعتنا إن شاء الله بتتكلم على إن إزاي أقدر أصمم بشكل بيئي، how to design environmentally. يمكن أول حاجة تيجي على بالنا واحنا بنسمع الجملة دي أو نعرف التايتل بتاع السيشن بتاعتنا، أكيد هنتكلم في البيئة، يعني المناخ، يعني الحرارة، يعني الرطوبة، أكيد هنتكلم في السكة دي النهاردة. لا، هو احنا هنتكلم النهاردة على نقطة مهمة جدا، أو يعني عنصر مختلف تماما في كيفية التصميم نفسه، التصميم المعماري. وده الهدف او الجول السيشن بتاعتنا، how to think about your design، ازاي تفكر في التصميم بتاعك. يعني ايه بيئة، يعني ايه تصميم، ايه العلاقة ما بين الاتنين، اقدر اعمل ده ازاي، هل في خطوات تسهل لي الموضوع ده، انا كمصمم، انا كطالب، اقدر اعمل طريقة التصميم دي من امتى، من وانا في اولى، من وانا في تانية، ولا وانا في مشروع تخرج. لو انا شخص بشتغل وفي الفيلد دلوقتي، هل طريقة التصميم دي مقبول ان انا انفذ بيها، سهل ان انا انفذ بيها، اقدر ان انا اتميز بيها عن باقي التيمز او باقي المهندسين المعماريين اللي بيشتغلوا. كل ده ان شاء الله اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، بحيث ان كل حد من الحاضرين هيكون ادراكه للنقطه اللي احنا بنتكلم عليها مختلف طبعا للمجال اللي هو متواجد فيه حاليا او اللي هو بيتعامل معاه دلوقتي. واتمنى ان شاء الله بعد ما ننتهي من السيشن بتاعتنا نوصل لتحقيق الهدف اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله. اول حاجه عايز اعرفها يعني ايه تصميم. تصميم معماري، وانا طالب باخده ماده اساسيه، كل سنة باخده بطريقة مختلفة، مختلفة كنوع مشروع، مش مختلفة كأساسيات. طب هو التصميم ليه مبادئ ثابتة ولازم نتحرك عليها ولازم نشتغل عليها، ولا في حاجات بتأثر عليه، ولا هو شيء جامد وثابت ولا يتغير؟ أنا كمصمم معماري أتحرك إزاي في القصة دي؟ أفهمها إزاي؟ تعالوا نشوف السلايد دي، الصورة اللي إحنا حاطينها، إن الديزاين أو التصميم هو مجموعة من العناصر المتداخلة. أيا كان نوع المشروع اللي أنا بشتغل عليه، لازم أكون بحقق العناصر اللي أنا شايفها دي. إزاي المشروع ده ينفذ؟ المشروع ده عبارة عن إيه؟ وظيفته إيه؟ الاحتياجات الإنسانية بتاعته إيه؟ هل أنا هفكر في برنامج؟ هفكر في زونينج؟ هفكر في كيفية تحليل هندسي؟ الكونسبت وإبداعي وتفكيري، وفي برامج بشتغل عليها ولا لأ؟ تصميم اللي حضرتك شايفه دلوقتي هو ما جابش سيرة أو ملوش أي علاقة أو ما تكلمش عن البيئة، كأن التصميم ده عنصر قائم بذاته، كأن ده اتجاه أنا هقوم بيه أيا كان البيئة اللي أنا فيها. وده مش صح. الصح إنك تبتدي تفكر في التصميم المعماري على إنه شيء قابل للتنفيذ. أنا لسه طالب، أنا بصمم مشروعي ده كأنه بالفعل هيتنفذ، مش مشروع بيسلم وباخد عليه درجة. لأ، أنا عايزة أفكر في إن المشروع اللي أنا بصممه ده أقدر إني أخليه في يوم من الأيام قابل للتنفيذ. معنى كده إن المشروع اللي أنا بنفذه ده مشروع حقيقي، مشروع ليه معنى، ليه فكرة، ليه هدف، ما هواش وظيفة فقط. لو أنت متصور إن أنا أبقى مصمم شاطر أعمل الوظيفة بتاعة المشروع كويس جدا، لأ،
احنا هنكتشف دلوقتي او هنتكلم دلوقتي ان انت عشان تعمل تصميم معماري سليم لازم تكون فاهم كل المؤشرات المؤثرة عليك، كل العناصر انت لازم تحترمها، كل العناصر انت لازم تشتغل على اساسها. انت بتعتمد على اكتر من نوع من العناصر اللي انت هتعتمد فيها على تصميمك وعلى تفكيرك، اللي هي ايه؟ اللي هي environment او البيئة. البيئة هي من 3 حاجات ومتداخلين مع بعض: natural بيئة طبيعية، human بيئة إنسانية، و man-made أو اللي نقدر نقول عليها البيئة المشيدة أو في بعض الأدبيات إن هي تسمى البيئة الاقتصادية. أنا كمصمم معماري لازم هشتغل في التلاتة دول وعلى التلاتة دول. أنا بصمم لمين؟ أنا بصمم للبني آدم. طب خلاص، يبقى أنا أشتغل على الوظيفة، الفراغ، مساحته، عدده، الارتفاع، كده الموضوع خلص. لا، حضرتك هتشتغل على كل ما هو يخص البيئة الاجتماعية وده هنتكلم عنه، كل ما يخص البيئة الطبيعية وده هنتكلم عنه، وكل ما يخص البيئة الاقتصادية ونقدر نقول البيئة المشيدة لأن هي فيها الجزء الإيكونومي أو الجزء الاقتصادي. طيب، هو أنا التصميم بتاعي ليه تأثيرات؟ أنا صممت المشروع وشايفه حلو جدا وحققت الفراغات وحققت البرنامج المطلوب بأيا كان السكيل بتاعي، إذا كنت طالب أو إذا كنت متخرج. خلاص، أنا عملت المشروع بالمطلوب مني بفراغاته بمساحاته حسب قطعة الأرض كده، أنا خلاص المشروع بالنسبة لي خلص، تصميمي خلص. لا، خد بالك إن الديزاين بتاعك ليه تأثيرات، ليه تأثيرات على البيئة وعلى الإنسان لو انت عملت اجنور ليهم، لو انت تجاهلت وجودهم، لو انت تجاهلت تأثيرهم. لو انت عملت كده هيحصل عندي نيجاتيف امباكتس او يحصل عندي تأثيرات سلبية على البيئة الطبيعية دي وعلى البيئة الإنسانية دي او على الاشخاص نفسهم. ازاي؟ انا اديت لكل شخص، انا بعمل مدرسة فانا عملت عدد فصول مناسب، مساحة الفصل مناسبة، عدد الديسكات في الفصل مناسبة، يبقى أنا كده خلاص حققت الجزء المطلوب مني كوظيفة للإنسان، يبقى أنا حققت للإنسان أو للمستخدم اللي هو محتاج مني. لا، في نقط كتيرة لو حضرتك أهملتها وهنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، لو حضرتك أهملتها هيحصل عندي تأثير مباشر على الأشخاص المتواجدين داخل الفراغ اللي أنت عامله أو الفراغ اللي أنت مصممه أو الفراغ اللي أنت عملت له ديزاين، وإلى جانب ده هيحصل تأثير سلبي لو أنا عملت إجنور أو ما ركزتش أو ما احترمتش أو ما اهتمتش بعناصر البيئة الطبيعية اللي حواليا أو حوالين المبنى بتاعي، أو المبنى بتاعي هيتأثر بيه وهيأثر فيه. الجملة دي كنا دايماً بنسمعها وإحنا صغيرين، المبنى اللي أنت بتصممه بيتأثر بالسراوندنج، بالبيئة اللي حواليه، بيتأثر بالناس المتواجدين جواه وهو كمان بيتأثر بيهم. يبقى السلام أنت عليكم ورحمة ممكن الله وبركاته. يكون ليك تأثير أو ديزاين بتاعك ممكن يكون ليه تأثير على الانرجي يوز، استخدامي للطاقة، الرو ماتيريال يوز، استخدامي للماتيريال. هو معلش، هو انا التصميم كمان اللي بصممه لازم ابقى عامل في حسابي ان ده ليه تأثير على العناصر الطبيعية اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. ايوه، طب ليه؟ لان التصميم اللي حضرتك بتعمله ده هو قابل للتنفيذ او هيتم تشغيله، في اوبريشنز هتحصل من التصميم اللي انت صممته ده، فبالتالي انت هتأثر على معدل استخدام الطاقة للمبنى ده. طب انا كده يبقى محتاج اعرف دلوقتي حاجة مهمة قوي، هو المبنى ده هيستخدم طاقة ازاي وفي ايه، وهل انا اقدر اتحكم فيها ولا لا؟ هل التصميم ممكن يكون ليه دور مباشر وتأثير ايجابي على البيئة الطبيعية وعلى البيئة الاجتماعية؟ اه، وبالتالي على البيئة الاقتصادية او الدفع اللي انت بتدفعه او المصروفات اللي انت بتصرفها عشان تشغل المبنى او بتدفعها عشان تنفذ المبنى. تبعا برضو الاول نقطة تانية وهي تصميمك اللي انت ابتديت تشتغل عليه. يبقى انا في عندي impacts او effects ما بين الـ environment والـ humanity، تمام الانسان دكتور. والبيئة اللي الو متواجد فيها. دكتورة، لو سمحت، هو دلوقتي احنا ظهر معانا أول شريحة بس. نعم. احنا ظهر معانا أول شريحة، مش احنا ما جيش. انا عشان كده كنت، طب خلاص خليني ابتدي اشتغل كده ما دام تمام كده. تمام، تمام كده. طب كويس. دي اللي انا كنت بشرح لحضراتكم عنها دلوقتي، ان التصميم عباره عن ايه او العناصر الخاصه بالتصميم عباره عن ايه. لو احنا قرينا الكلام المكتوب هو ما بيتكلمش خالص عن البيئه، ما بيتناولش تماما التاثير البيئي اللي حوالين التصميم بتاعي، هو بس بيتناول وظيفه بيزنس، يعني بيتكلم في عائد
ان انا ازاي اشتري او ابيع او اعمل ماركتنج للتصميم بتاعي. طبعا دي من نقطة الاهداف الاساسيه جدا انا لازم احققها. بيتكلم في عمليه الابداع، بيتكلم في الوظيفه، بيتكلم في امكانيه تحقيق الاحتياجات الانسانيه. هو ده الغرض الاساسي من الديزاين او التصميم المعماري. لكن الانفايرمنت هم ثلاثه زي ما قلنا من شويه، انا بحاول اقول لكم بس تاني السلايد كانت فيها ايه عشان ما تبقاش عدت عليكم. ثلاث انواع هم دول البيئه، مش زي ما كنت بتصور او بتخيل ان انا اكيد هتكلم عن البيئه اللي هو المناخ. لا، ده المناخ جزء من البيئه الطبيعيه. انا بصمم داخل منطقه، المنطقه دي ليها شكل طبيعي محدد، كائنات محدده، مناخ محدد، موارد محدده. ما هوش مناخ فقط، ما حدش يتصور ان البيئه الطبيعيه هي مناخ. لا، المناخ ده عنصر مادي ملموس معبر عن البيئه اللي انت بتشتغل فيها او البيئه الطبيعيه اللي انت بتشتغل فيها. الهيومن او البيئه الاجتماعيه هي ثقافه الناس، افكارهم، عاداتهم وتقاليدهم، احتياجاتهم، الاكتيفيتيز اللي هم محتاجين ان هم يحققوها في المبنى بتاعك. المادمد او البيئه المشيده او البيئه الاقتصاديه هو كيفيه تحقيق ده من خلال التقنيات ومن خلال الدراسه للبعد الاقتصادي او المادي. ايضا ده ليه علاقه بالبيئه او البيئه رقم ثلاثه. هم مع بعض متداخلين، ما بقدرش اشتغل على واحد لوحده. ما اقدرش اقول ان انا هحقق الوظيفه بتاعت المبنى، المبنى ده نجح. ما اقدرش اقول ان المبنى ده يتماشى مع المناخ من غير ما ابقى عارفه اصلا الناس محتاجه ايه. ما اقدرش اقول ان انا هعمل ان الناس محتاجاه والبيئه بتتطلبه او اللي المناخ بيتطلبه اللي هي الكلايمت نيدز من غير ما اكون باصه للبعد الاقتصادي وكيفيه تقييم اداء المبنى بتاعي اثناء تشغيله بشكل اقتصادي او بشكل مادي. العناصر اللي فيها تاثير، في تاثير من المبنى او من التصميم. لا تتخيل ان التصميم هو مرحله منتهيه، هو مرحله ليس له ان علاقه بما يليه. لا، ده هو اساس القصه كلها. حضرتك بتاخد قرار تصميمي معتمد على فكرتك، معتمد على ارائك الشخصيه، معتمد على شخصيتك، معتمد على اعتمادك على الافكار الحديثه في التصميم المعماري، ولكنه هو اساس لتشغيل المبنى اللي انت بتصممه، هو اساس للجزء المادي اللي انت بتبتدي تدفعه خلال تشغيل المبنى بتاعك. يبقى معنى كده ان احنا النهارده ان شاء الله هنكون بنتكلم عن تاثير التصميم وعلاقته بالبيئه الطبيعيه والبيئه الاجتماعيه والبيئه الاقتصاديه. ليه؟ لان كلهم ليهم كونكشنز، ليهم اتصال ببعض مباشر، مش هقدر اقول ان ده منفصل عن ده تماما. معنى كده ان انا عايز اعرف البروبلمز، المشاكل هنا فين؟ ايه المشاكل اللي هتحصل لي لو التصميم بتاعي فيه مشكله؟ وهنشوف دلوقتي امتى التصميم بتاعي يكون فيه مشكله وازاي اصلحها. لو انا عندي استهلاك للموارد، لو انا عندي استهلاك للطاقه، لو انا بتكلم في الاحتياجات المناخيه، لو بتكلم في الهيومن نيدز او الاحتياجات الانسانيه، البيمنت الدفع اللي بيشتغل على اساسه المبنى او بيقيم على اساسه برضو المبنى، والليمتس اوف انوفيشنز، كلها شايفاها مشاكل. كل دي مشاكل لازم التصميم ولازم الديزاين يحلها من البداية. أنا بعمل سكتش لفكرة، هذه الفكرة ليها علاقة بسايت، ليها علاقة بانفايرمنت، ليها علاقة بتفاصيل وبأنواع بقدر إن أنا أشتغل عليها. هو إيه الكلايمت نيدز؟ هي إيه أصلا الاحتياجات المناخية؟ إحنا عندنا تقسيم للمناخ على مستوى العالم. هذا التقسيم معتمد على الوضع الطبوغرافي لكل منطقة جغرافية على مستوى العالم. طيب احنا بنسمع او بيقال دلوقتي، وبما اني بقى من سفراء المناخ اتكلم في الحته دي لانها حته مهمه قوي، وعايز اقول لك علاقتها بالتصميم ايه. الكلايمت تشينج او التغير المناخي، هو التغير المناخي ده حدث ليه او حصل ليه؟ حصل بسبب اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي. المبنى اللي حضرتك بتصممه لا يحترم المناخ نفسه. يعني ايه لا يحترم المناخ؟ يعني حضرتك بتصمم الفكره بتاعتك وبتنفذها بتقنيات بمواد لا تناسب المناخ. يعني انا في منطقه حاره لازم ابقى مراعي ان المنطقه الحاره دي بتتطلب مني ان يكون في عندي تبريد للمبنى، تتطلب مني نمط معين من التهويه. يعني مناخ حار محتاج اعمل تهويه مناسبه، محتاج اعمل تظليل، محتاج ان انا اقلل اكتساب حراري، محتاجه اني الرطوبه عندي تكون مناسبه للافراد المتواجدين. ده لو انا في منطقه حاره. لو انا في منطقه بارده بعمل العكس، محتاج ان يكون في عندي هيتنج او تسخين للمبنى، درجه الحراره احاول اكتسب اعلى، اتجنب الرياح البارده، اتجنب نسبه الرطوبه العاليه. طيب المشكله فين؟ المشكله في اني لما باجي اصمم المبنى مش بركز في ان المناخ بتاعي ايه مشكلته. يعني ايه؟ يعني انا لو عارفه ان انا في المناخ كذا مشكلته كذا، هعرف اصمم ازاي، هعرف احط معالجات ازاي. لكن اللي حصل اني بصمم
المبنى بتاعي يهمني الشكل، يهمني الفورم، يهمني الوظيفة فقط، وبالتالي أنا بستخدم ماتيريال لا تناسب المناخ اللي أنا فيه، تقنيات لا تناسب المنطقة اللي أنا فيها. طيب المشكلة، إن أنا لو صممت المبنى أصلا غلط، وهنشوف دلوقتي يعني إيه المبنى يتصمم غلط، هلاقي إن الناس عشان تشغل المبنى ده محتاجة إنها تعتمد على طاقة يعني معتمدة على energy يعني كهرباء، الطاقة دي تترجم إلى كهرباء، فالكهرباء دي بشغلها للتهوية، بشغلها للإضاءة، بشغلها لتسخين المبنى أو تدفئة المبنى أو تبريد المبنى. ليه؟ لأن حضرتك ما عملتش النقط دي من المرحلة الأساسية للتصميم، فبالتالي التصميم اللي أنت عملته عامل لي مشكلة. أنا موجودة في البيت بتاعي، خلي كل حد دلوقتي يفكر، هو أنا البيت بتاعي هو فعلا عشان يشتغل لازم يكون معتمد على أجهزة صناعية بنسبة كام في المية؟ 100% يبقى عندك مشكلة. 30% اعتماد على أجهزة صناعية، 70% اعتماد على التصميم، يعني مش بستخدم أي عنصر صناعي، يبقى المبنى بتاعك ده ناجح. طب وإيه المشكلة في كل ده؟ المشكلة إن أنا ابتديت أعتمد على مصادر الطاقة بشكل عشوائي جدا، بشكل فيه استهلاك كبير جدا، اعتمدت على طاقة غير متجددة، يعني طاقة غير نظيفة، يعني طاقة بتضر بالبيئة، فبالتالي أبسط رد فعل من البيئة لهذا الاختلال أو هذا المشكلة اللي حصلت في الاتزان البيئي إن يحصل عندي تغيرات مناخية اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي. المنطقة اللي موجودة بمعدل حرارة ابتدت تزيد، بمعدل برودة ابتدت تقل، يبقى التغير المناخي اللي إحنا عايشين فيه ده أساسه أو من ضمن المشاكل بتاعته طبعا إلى جانب المصانع والنقل ومشاكل الزراعة، أنا عندي مشاكل ناتجة عن المباني، يبقى محتاجة أقول المباني، يبقى أرجع خطوة لورا وأقول التصميم بتاع المبنى. تصميم المبنى بتاعي لو تم بشكل سليم أنا مش هعتمد بنسبة كبيرة على مصادر صناعية أو عناصر صناعية، فبالتالي تأثير المبنى بتاعي على البيئة هيكون تأثير بسيط ولن يكون تأثير سلبي. كل عنصر حضرتك بتشتغل بيه جوه المبنى بتاعك ليه بصمة كربونية. يعني ايه بصمة كربونية؟ يعني احنا كبني ادمين، احنا كمباني، احنا كأجهزة، احنا كوسائل نقل، احنا كمسطحات مفتوحة، مسطحات مشيدة، كل ده ليه انتاج لنسبة ثاني اكسيد الكربون. فمع زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ده بيؤثر على معدل الاحترار أو معدل الحرارة اللي بيوصل للكرة الأرضية. الكلام ده مش على دولة، ده على الدول كلها، وده اللي خد أكتر من دولة تبتدي تهتم بالقصة دي، ويبقى في عندي كوب 27، كوب 26 اللي هو اهتمامات بمؤتمرات عالمية تتناول إزاي نقدر نعمل توقف أو تقليل للتأثيرات السلبية دي. من ضمن العناصر اللي بيتكلموا فيها المعماري أو المبنى أو التصميم المعماري والتنفيذ إزاي، دي نقطة مهمة جدا لا يمكن إغفالها. فده اللي احنا بنقوله دلوقتي، أنا المبنى بتاعي لو أنا في منطقة باردة محتاجة إن المبنى ده يوفر لي ما يناسبني عشان أقدر أعيش في هذه المنطقة الباردة. طب لو أنا في منطقة حارة نفس الكلام، المبنى ده لازم يحقق لي اللي أنا محتاجه عشان أقدر أعيش في المنطقة الحارة دي. أنا ليا معدل من الرطوبة والحرارة اللي لازم يوصل لجسمي. لما بتحصل مشكلة مش عارف اتنفس، مش واصل لي هواء مناسب، وابسط حاجة بشغل التكييف. ادي اول خطوة في فشل التصميم. ليه؟ لان الحرارة اللي دخلت لي انا عايزة اتخلص منها، دخلت من خلال المبنى او الانفلوب او الغلاف الخارجي، الحيطة، السقف، الازاز، الارضيات المحيطة بيك خارج المبنى، وكمان الارضيات اللي داخل المبنى. فبقى معدل الحرارة اللي عندك جوه الفراغ ده، لو انا بقول منطقة حارة دلوقتي، اعلى من اللي انت محتاجه. طب اعمل ايه؟ أشغل التكييف عشان أوصل لدرجة حرارة مختلفة للهواء عشان أقدر إن أنا أتعايش داخل الفراغ المعماري بتاعي. human body جسم الإنسان، أول سكن حواليك هو الجلد اللي ربنا خلقه، هو ده أول عنصر بيحميك. المفروض العنصر التالي هو الانفلوب بتاع المبنى أو غلاف المبنى، هو ده تاني سكن أنت بتتواجد جواه، يعني الجلد، الكلوزنج، الملابس، وبعدين المبنى. لازم المبنى يقوم بنفس الدور ده، بمعنى ان هو يقدر يخليك تتعايش مع الكلايمت اللي انت موجود فيه. طب هو المبنى بيشتغل ازاي؟ طب معلش، يعني انا دلوقتي كنت بصمم المبنى كفراغات، كزونينج، علاقات ما بين علاقات وظيفية، مساحات، ممرات، الشباك يتحط هنا، الفراغ ده يبقى مربع مستطيل، كنت بركز انا في الحتة دي. طب هو المبنى ده بقى لما لسه تعيش فيه هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ طب خد بالك ان انت في مرحله الاوبريشنز بتاعت المبنى او الفوركينج بتاع المبنى، انا عندي استهلاك لمصادر اللي هي ايه؟ اللي هي الماتيريال، اللي هي البوتر، اللي هي الانرجي.
الطاقة والمية ومواد البناء، كل ده حضرتك بتستخدمه عشان تعمل غلاف المبنى، عشان تشغل المبنى، عشان اجي بعد شوية اعمل لك فنتليشن، اعمل لك لايتنج، اعمل لك تهوية، اعمل لك اضاءة، اعمل لك اكتساب حراري او فقد حراري حسب المنطقة المناخية اللي انت موجود فيها. طب طبيعي، ما انا المبنى بتاعي كده ما عملش مشكلة. لا، احنا لسه قايلين من شوية ان المبنى بتاعك هيعمل لك مشكلة اساسية في الناتج عنه نتيجة لاعتمادك على هذه الأجهزة الصناعية، إلى جانب اعتمادك على مصدر طاقة غير متجدد أو غير نظيف. طب أنا كده كمان بيحصل عندي consumption للإيكولوجي اللي حواليا؟ طبعا، لأن المبنى بتاعك بيأثر على التربة اللي حواليك والكائنات الحية اللي حواليك. أنا عندي المبنى اللي موجود، كل المسطحات اللي حواليا بتأثر عليا. لو أنا مبني جنبي مسطحات خضراء، فالمسطحات الخضراء دي بتعكس الحرارة اللي جنبي. لو أنا موجود جنب منطقة زي الأسفلت مثلا، فدي بتخزن حرارة والحرارة دي بتنعكس عليا. المبنى مش قائم بذاته، المبنى هو جزء من بيئة محيطة أيا كان البيئة المحيطة. يبقى معنى كده إن أنا النهاردة ما ينفعش أتكلم معاك في التصميم المعماري وأسكت. أنا قلت ديزاين، ما قلتش تصميم معماري، أنا قلت ديزاين. ديزاين يعني هتلاقيني بتكلم معاك ان شاء الله النهارده في تصميم جوه المبنى، تصميم داخل المبنى، وتصميم خارج المبنى. يعني ايه؟ يعني هتلاقيني بتكلم معاك في تصميم المبنى بتاعك البيلدينج، واهميه التصميم بتاع الانتيريور داخل المبنى، والتصميم خارج المبنى السراوندنج انفايرمنت او الاربن بشكل سريع، عشان اوضح لك ان انت بتاخد قرار تصميمي بيتم بعده قرارات كثيرة جدا. انت بتقدر تفكر في كل حاجة ليها علاقة بالمبنى اللي انت بتصممه، انت اللي بتاخد قرار هو هيتنفذ ازاي، هو هيكون ازاي في الارض، هو ايه علاقة الاستراكشر بتاعه بتصميمه، هو شكله عامل ازاي، الفورم بتاعه عامل ازاي. انا المبنى بتاعي هيشتغل كام دور، فانا كده هأثر على التربة بتاعتي ولا لا، وبالتالي هينتج عنها وست مخلفات. يعني المبنى ده عشان يشيد هو ناتج عنه مخلفات، المبنى ده عشان يشتغل هو برضه ناتج عنه ويست أو مخلفات. طيب، هو في تأثير تاني بقى سلبي عن المبنى قلناه من شوية، اللي هو استهلاكي للطاقة. بس أنا كنت محتاج أعرف، هو أنا أي مبنى هصممه هيكون وقت تشغيله معدل استهلاكه للطاقة واحد؟ هقول لك لأ، كل نوع مبنى معدل الاستهلاك بتاعه بيختلف. لو انا بتكلم عن مبنى اداري غير مبنى سكني، غير مبنى مدرسه، غير مبنى مستشفى، يعني الاكتيفيتي اللي بتقوم بيها او موجوده في المبنى بتاعك بتاثر على استهلاكك للطاقه جواه. طيب، معنى كده ايه؟ معنى كده اني وانا في مرحله التصميم، لو ابتديت اصمم بشكل سليم، وهنشوف ده ازاي، هقدر اتحكم في معدل الكونسومشن اللي هيحصل للانرجي خلال الاوبريشن بتاع المبنى بتاعي. هرجع تاني واكد لك نفس الجمله، انت بتاخد قرار تصميمي لن ينتهي بمجرد ان انت تقول انا خلصت البلانات، خلصت السكشنز، خلصت الاليفيشنز. لا، انت بتاخد قرار من بدايه الفكره وكيفيه تنفيذ او تصميم هذه الفكره، وهذا المبنى ازاي هيكون موجود. فبعرض لحضراتكم دلوقتي ان كل مبنى معدل استهلاك الطاقه فيه مختلف نتيجه للنشاط اللي جواه. يعني لو انا بصيت للاستهلاك اللي موجود عندي في مبنى مكاتب او مبنى اداري، هلاقي الاتش فاك او الجزء الخاص بالتكييف والتبريد والتدفئه معدل استهلاك الطاقه فيه مختلف عن لو انا بتكلم في مبنى سكني. معدل استخدامي للاضاءه هنا مختلف عن معدل استخدامي هنا. معدل استخدامي للمصاعد، المصاعد بتحتاج هي كمان كهرباء، لا ما هنا ما عنديش، فانا ما عنديش المعدل ده، وهكذا. انا هيتنج هنا مختلف عن هنا، لو بعمل كولينج هنا مختلف عن هنا. كل عنصر من العناصر دي ممكن تشتغل بطريقتين، بطريقه ناتشرال، طريقه طبيعيه معتمده على باسيف تكنيكس في التصميم، او تشتغل بشكل ارتفيشال، بشكل صناعي، وده معتمد على الاكتيف تكنيكس. في الحالتين انا ممكن اوصل لمبنى مناسب وصديق للبيئه، ابتدي اشتغل على اني اربط الاثنين مع بعض. ازاي اعمل ده؟ ازاي اجمع ما بين البيئه والتصميم؟ ازاي اشتغل على الاثنين؟ ما اشتغلش كل واحد لوحده. يعني ما حدش يتصور ان انا لما هعمل مبنى كله كاسرات وكله كورتس وكله شبيكه شكلها كذا او ماتيريال شكلها كذا من غير ما اركز في تصميم، انا فشلت. والعكس، لو ركزت في وظيفه، في مساحات، في علاقات وظيفيه، دون ادراك احتياجات هذا المبنى او معالجات هذا المبنى تبع لمناخه، انا برضه فشلت. طب احنا كده ما جبناش سيره الانسان او الشخص او اليوزرز. هقول لك ازاي ده موجود في الحالتين.
هو اللي متأثر بالانفايرمنت، هو اللي متأثر بالكلايمت. ففي حاجة عندي اسمها كومفورت، ثيرمال كومفورت، انت لازم تحققها له من خلال تصميمك. وفي حاجات اسمها النيدز او احتياجاته او الاكتيفيتيز اللي هو هيقوم بيها، تصميمك هيقوم بيها. يبقى ما حدش يتصور اني هقدر اخد حاجة واحدة واتحرك بيها، لا، انا بشتغل بشكل متكامل، بشتغل بطريقة مترابطة، كل عنصر بشتغل عليه بيسلم للي بعديه، كل عنصر بيسلم للي بعديه، وفي الاخر اوصل للكومفورت، راحه شامله، راحه في اللايتنج، فيجن، اكوستكس، ثيرمال. انت بتعمل راحه للانسان بكل ما هو يتاثر بيه، مش راحه حراريه فقط ولا بصريه فقط ولا سمعيه فقط. فاحنا كده عايزين نوصل لمبنى ليه علاقه بالديزاين، الطاقه، الماتيريال، والهيلث، صحي، مبنى صحي. يعني ايه مبنى صحي؟ يعني مبنى المرادف اللي دايما بنسمعه واحنا بنعيش في مباني مريضة. يعني ايه مبنى مريض؟ يعني مبنى ليه تأثيرات على الطرفين، على البيئة اللي حواليه وعلى الناس اللي موجودين جواه. لما تعمل الدراسة على الناس اللي بتتعايش لفترة زمنية طويلة وهي متعرضة للهواء الصناعي او للتكييف، لو ان الناس دي هي اكتر عرضة للامراض التنفسية، مش بيتعرض لتهوية طبيعية. طب تمام، يبقى انا لازم ارجع ابص بقى على تصميم الشبابيك واكبر الشباك على قد ما اقدر عشان الهواء يدخل لي. لا، انت ممكن تكون قاعد دلوقتي، لو افترضنا طبعا الجو برد جدا دلوقتي، لكن لما تيجي في وقت تقول انا هفتح الشباك ده عشان يدخل لي هواء، ممكن تفتح الشباك وما يدخلكش هواء. ايه ده؟ ما هو حضرتك وانت بتصمم ما راعيتش ان الشباك ده هيقوم بايه؟ ايه الدور بتاعه؟ الهواء اللي داخل منه ده نوعه ايه؟ جاي من واجهه نوعها ايه؟ وممكن يكون الكاتشنج او امكانيه ان انا اقدر ادخل الهواء ده او حركه الويند بره المبنى عشان اعمل فنتليشن، تهويه جوه المبنى، ما حصلتش، وهنشوف ده كمان شويه. يبقى انا اللي عايز اعمله هاو تو ميك ات، انا عايز اوصل لده، ازاي اعمل ده؟ ازاي يجمع ما بين البيئه بانواعها اللي احنا ذكرناها والتصميم، والتصميم زي ما قلت بالانواع او بالتدرجات اللي احنا قلناها. ازاي نصمم بشكل بيئي؟ ازاي نفكر في اني انا اعمل مبنى مناسب للثلاث انواع من البيئه؟ هقول لك ريسبكت للانفايرمنت، دول احترم هذه البيئات، سوشيال انفايرمنت او ناتشرال انفايرمنت والايكونوميك. هتلاقي فيما بينهم كده sustainability، استدامه. يعني ايه الناس كلها بتتكلم في الاستدامه دي؟ يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك ان انت لو اشتغلت على الثلاثه دول مع بعض تضمن بقاء المبنى، بقاء البيئة الطبيعية، وبقاء الأفراد الموجودين. sustainability أو استدامة أو إدامة أطول مدة زمنية ممكنة أقدر أحققها. أقدر أحققها إزاي؟ لما يكون المبنى والإنسان والبيئة في تفاعل إيجابي مع بعض. عشان كده هو تلاقيهم متداخلين، مش واحدة لوحدها أقول أنا عملت sustainability، لأ، أنا في عندي sustainability للسوشيال، أنا عندي إبقاء واستدامة للأشخاص وأفكارهم وثقافتهم وصحتهم وجودة الحياة الخاصة بيهم. نفس الكلام إن أنا عملت استدامة للبيئة الطبيعية بمواردها بعناصرها كما هي للأجيال اللي جاية بعد كده، إلى جانب إن أنا ابتديت أحقق كمان عائد اقتصادي أخضر، يعني مستمر، لا يضر البيئة ولا يضر الأفراد. أنا ممكن أكون بعد ما هنتكلم في النقطة دي بعد شوية إن شاء الله، هنتكلم الجزء بتاع الإيكونوميك، إزاي أعمل جرين إيكونوميك، إزاي أعمل ده او اشتغل عليه ازاي او اقدر احققه ازاي. يبقى اول حاجه، اول ستيب، work on the three parameters، اشتغل على الثلاثه، اشتغل على الثلاثه، وتعالى بقى نفكهم شويه كده. اشتغل على ان انت في عندك مبنى داخل بيئه، وهذه البيئه مؤثره على المبنى والانسان اللي داخله. كنا بنسمع دايما او دايما بنسمع عن كلمه green architecture، عماره خضراء، هو مش مقصود بيها انها لونها اخضر، لا، هو عايز يوصل لك ان العماره دي او هذا النمط من التصميم المعماري هيوصلنا لمباني مشابهه للاداء الاخضر للنباتات، جزء من البيئه اللي موجوده حواليها، ما هياش عنصر سلبي وله ضرر مستمر على البيئه بتاعته. يبقى اول خطوه هنتفق عليها دلوقتي عشان نقدر نعمل تواصل او اتصال حقيقي ما بين الديزاين والانفايرمنت، نصمم بيئيا إن احنا نشتغل على التلاتة مع بعض. فكر في تحقيق وظيفة، فكر في تحقيق احتياجات مناخية، فكر في تحقيق احتياجات نفسية، فكر في تحقيق احتياجات لا تضر التلات عناصر اللي احنا بنتكلم عليها. حركة تانية وأكد لك نفس الجملة وأقول لك الديزاين will be exterior وانتيريور، داخل وخارج على كذا مستوى،
أنا كمهندس معماري أو كمصمم معماري أنا أقدر أشتغل على تصميم المبنى وما يحيط المبنى فقط ومداخل المبنى. الفراغات بتاعتي مش بس كتصميم مساحي وارتفاع ومواد تشطيب، لا هنتكلم في الفرش. أنا ممكن أتكلم في مرحلة إزاي أفرش ونفرش صح في نفس السيركل اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة. Natural Environment يعني بتتكلم في Climate و Human و Habitat التلاتة مع بعض. البني آدم اللي موجود داخل المبنى متعرض لمناخ، متعرض لحرارة، متعرض لرطوبة، متعرض لحركة من الهواء، متعرض لمعدل الأمطار. دور المبنى بتاعي إن هو يقدر يحمي لي الأفراد من هذه العناصر. تمام، المبنى هيقدر إن هو يحميني من المطر، بس هيقدر يحميني من حركة الهواء، هيقدر يحميني من حركة الاكتساب الشمسي. يبقى معنى كده أنا لازم أصمم الانفلوب أو الغلاف اللي أنا هتعرض منه أو هيحميني من العناصر المحيطة، أنا هكتسب حرارة أو إن كده كده هتدخل لي التهوية من خلال الفتحات، فبشتغل على السقف، على الحيطة، على الأرضية، على الشبابيك اللي أنا هصمم عليها. طيب كل ده ليه؟ عشان الشخص اللي موجود عندي إذا كان موجود في فصل الصيف، في فصل الشتاء، هو مناسب بالنسبة له المستوى المناخي أو الاندور كلايمت، مستوى المناخي اللي أنت حققته له جوه المبنى. ده دايما لو أنت ماشي في الشارع تلاقي إن أنت متعرض لمعدل حرارة مختلف عن اللي أنت فيه في بيته. خلينا نقول ده دلوقتي من ضمن المشاكل اللي إحنا بنكتشفها دلوقتي. هو أنا ليه الشارع عندي دافي ولما بطلع الشقة عندي بلاقيها إنها درجة الحرارة مختلفة؟ هو هتمطر عندنا في البيت ولا إيه؟ دايما إننا بنهرج في ده، وده ظهر الفترة دي بنسبة كبيرة جدا. مفيش حد في مصر ما بيتكلمش في حتة إحنا المباني بتاعتنا عاملة كده ليه؟ لسبب بسيط جدا، المبنى بتاعك غير مهيأ للمناخ المحيط، غير مهيأ لمعدل الحرارة اللي انت بتكتسبها. ده في الطبيعي، في الطبيعي يعني معدل الحرارة اللي انت بتكتسبه ده مناسب ولا غير مناسب؟ هو من الأساس هو غير مناسب. انا مش مستخدمة ماتيريال تناسب اصلا درجة الحرارة فيها. مين بينفذ على الكود؟ مين بينفذ على ان الماتيريال دي تناسب المكان ده؟ فاقدر اقول ده سمك الحيطة، هو دي الماتيريال اللي هستخدمها، هي دي الالوان اللي هستخدمها، محدش بيعمل كده. ده في الطبيعي. دلوقتي مع التغير المناخي والمشاكل اللي احنا مكتشفينها دلوقتي في الحراره وفي الرطوبه ابتديت استشعر من المشكله. ما هو المبنى ده قائم صيف شتاء ما بيحصلوش حاجه، هو المبنى. الفراغ ده شمالي بتلاقيه لطيف في الصيف، لو في الشتاء بتلاقيه صعب جدا. الفراغ ده جنوبي بتلاقيه صعب في الصيف، بتلاقيه هايل في الشتاء. ده كتوجيه، وهنتكلم في موضوع الاورينتيشن دلوقتي. لكن النقطه اللي احنا ما بنتكلمش عنها او ملناش دور فيها كيوزرز للمكان، لكن لينا دور فيها واحنا مصممين واحنا لينا علاقة بمراحل التنفيذ، اختيار المواد اللي بتكون موجودة في غلاف المبنى بتاعك هتكون ايه؟ مناسبة ولا غير مناسبة؟ هتشتغل ازاي؟ طبعا غير المواد دي ريسايكلد او ريوز ولا لا. الديزاين هو زونينج. تمام، صباح الخير، انا عملت زونينج هايل حلو جدا، ايه رأيكم؟ انت صممت المبنى ده على اساس ايه؟ على اساس البرنامج؟ لا، لو سمحت ارجع خطوه لورا. احنا لو معانا طلبه دلوقتي، اتمنى ان يكون معانا طلبه دلوقتي واحنا بنحضر واحنا في السيشن دي، اتمنى هذا. لا، انت بتبص للبرنامج وبتبص للسايت، لازم تعمل سايت اناليسيس. يعني ايه؟ تحلل لي الموقع اللي انت هتحط فيه المبنى. مش مشكله، مش مشكله، انا هصمم المبنى بتاعي وبعدين اخده احطه في الارض. دي مصيبه، ده غلط على فكره. ده اللي بيحصل في الواقع. الطريقه اللي انت بتتعلم بيها او بتحققها خلال دراستك الجامعيه للاسف انت بتطبقها بعد ما بتخلص من غير ما تاخد بالك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو موجود في مكتب وبتشتغل واتفضل يا باشمهندس اعمل التصميم، بتشتغل، هل بتسال؟ ايا كان طبعا سكيل المكتب، لو حاجه يعني محترمه او متميزه او قويه، دي رقم واحد عنده انك تبقى عارف السايت اناليسز ايه وهتشتغل ازاي في المبنى. وهنتكلم على النقطه دي كمان شويه، التصميم بتاعك ازاي تقدر ان انت تتحكم فيه وانت لسه بتصممه، مش تنتظر لما ينتهي ويكون في مرحله التنفيذ. طيب يعني معنى الكلام بتاعي ايه؟ معنى الكلام اني انا ابقى مراعي برنامج التصميم ومراعي ان التصميم ده محطوط في ارض شكلها ايه؟ الاورينتيشن بتاعتها، التوجيه بتاعها ايه؟ حركه الشمس فيها، السامباس ايه؟ الويند موفمنت فيها ايه؟ او اقدر اعرفها ازاي من الويند روز؟ اعرف المنطقه دي شكلها ايه؟ طيب دي هتفرق؟ اه طبعا هتفرق. المبنى بتاعي احطه ازاي؟ المبنى بتاعي فيه ايه جواه؟ ايه الفراغات اللي المعماريه اللي انا حاططها جوه المبنى؟ فتاخد شمال ولا شرق ولا جنوب ولا غرب؟ طب هو احنا هنا في مصر مين احسن، الشمال ولا الشرق ولا الجنوب ولا الغرب؟ يعني اعملها بالبركه كده وربنا معاك. لا،
كل منطقة بتصمم فيها ليها الساون باث بتاعها، المسار الشمسي اللي بيقوله لك. وهنشوف بعد شوية ان احنا دلوقتي في مرحلة اسهل كتير من زمان. زمان كان بيتم الموضوع بشكل حسابي وارقام، ويبتدي على اساسه ويبتدي يصمم المعالجات المعمارية بتاعته. دلوقتي انت عندك برامج هنتكلم فيها كمان شوية هتشوف هتساعدك ازاي. يعني ما عندكش حجة، ما عندكش حجة تصميمية، صمم وفكر وابدع. محدش قال لك نفذ بلوكات تصميمية عشان تضمن المناخ يكون عامل ازاي، لا خالص، ابدع وفكر وحقق وظيفة المبنى، شوف برنامجك بيقول ايه، لكن حطه جوه السايت بتاعك، حطه جوه الارض. دي حاجة لازم الطلبة اللي معايا في الديزاين ايا كان في انهي ليفل بشتغل معاه، قول لي المبنى ده فكر جوه الارض. دي جملة ثابتة عندي، فكر جوه الأرض. لا لا لا، أنا هفكر يا دكتور وهجيب لحضرتك السكتش وحاجة هايلة وجميلة، وبعد ما أوكي واخد الموافقة المبدئية ابتدي أحطه في الأرض. مش هينفع، هتلاقي نفسك يا تجيبه يمين يا تجيبه شمال، يا تطلعه كده يا تكسره كده، غيرت فكرتك. لكن لو أنا ولو سمحت قلت له فكره بالطريقة دي من النهاردة، تعالى فكر جوه الأرض بتاعتك، حط السكتش بتاعك، فكر وشخبط واعمل اللي أنت عايزه جوه الأرض عشان تبقى مستشعر المبنى ده جزء من المكان ده هيتفاعل معاه إزاي. فلازم اول حاجه تقولي عليها الاورينتيشن، انا هحط المبنى بتاعي واخد انهي توجيه، محترم انهي توجيه. طب ما معلش في برضو حاجه اسمها سمر سان والوينتر سان، يعني حركه الشمس وقت الصيف ووقت الشتاء في اختلاف. طب كده المبنى بتاعي بقى اكسره في الشتاء واجي ارجعه في الصيف ولا اعمل ايه؟ لا، عشان في اختلاف في ارتفاع زاويه الشمس. سبحان الله، دي بقى حاجه من عند ربنا، يعني حاجه احنا مش مستغلينها للاسف. انا بشتغل معالجاتي، انا في منطقه حاره اشتغل معالجاتي اللي هي ليها علاقه ب ازاي هعمل كسرات، ازاي هعمل الكورت، ازاي هعمل الشكل ده من الازاز، ازاي هشتغل على الاورينتيشن. انا عايزه الشمس بتاعه الشتاء تدخل، فهتدخل لان انا عامل المعالجات على مين، على بتاعه الشتاء، على بتاعه الصيف، بشتغل على زوايا الصيف، فبالتالي التانيه ما عنديش فيها مشكله. لو الاثنين نفس المعدل، نفس زاويه الميل، نفس زاويه السقوط، هتبقى عندي مشكله، هعمل ايه بقى؟ معلش يا جماعه بقى، انا عندي نص سنه مبسوطين ونص التاني نتنكد. لا، حضرتك عرفت المشكله الاساسيه، ريسبكت الكلايمنت، انت احترمت المناخ بتاعك، عرفت المشكله اللي عندك فين وهتحصل امتى، فبالتالي المبنى بتاعك يكون متفاعل معاها، فانت ما تدركش ان في مشكله وتم حلها لان انت لا تستشعرها او انت مش حاسس بيها. sun heat wind، هما الثلاثه دول، حركه الشمس يعني ليها علاقه بالحراره، ليها علاقه بنوع الرياح. انا ايه علاقتي بنوع الرياح؟ انا ليها علاقه بيها لما تدخل المبنى بتاعي واسميها فنتليشن او تهويه. طيب انا برضو ايه مشكله ده في البيئه؟ ما تمام، هفتح الشباك الهواء يخش؟ لا، لو حضرتك المبنى بتاعك موجود في منطقه مظلله او متعرضه للظل بطرق اشكال كتيره جدا، ازاي يعمل شيدنج خارج المبنى او على المبنى او على غلاف المبنى، فالهواء اللي هيدخل دي هيكون الهواء ده هيكون مظلل، يعني درجه حرارته قليله. يعني معنى كلام حضرتك كده ان احنا مش هنشغل تكييف خالص خالص، ومش هنشغله. لا، هنشغله. ليه هنشغله؟ نتيجه للمشاكل اللي احنا متواجدين فيها، المشاكل المناخيه اللي احنا متواجدين فيها، ولكن هتشغله بمعدل اقل. يعني ايه؟ يعني لو انا التصميم بتاعي ده ملوش دعوه بالتوجيه، ملوش دعوه بالماتيريال ايه، ملوش دعوه بسمك الحيطه ايه ظروفها، ملوش دعوه بالتشكيل ده علاقته بالمبنى، ملوش دعوه باي حاجه، هو بس عمل لي الوظيفه، وده في اغلب المباني اللي موجوده عمل لي الوظيفه بتاعته، يعني حط لي الاوضه دي مساحتها كذا، الاوضه دي مساحتها كذا، خلاص كده شكرا، قفلنا التصميم بتاعنا وروحنا، ايا كان نوع المبنى بقى، مبنى سكني ولا مبنى اداري ولا ولا. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت المبنى بتاعك ملوش دعوه بالارض، ملوش دعوه بالمناخ، ملوش دعوه باي حلول هتأثر على الناس، فهنعتمد على التكييفات بنسبة 100%، بنسبة كبيرة. لكن لو أنا صممت بطريقة سليمة هقدر أعتمد على الأجهزة الصناعية في توقيت أقل وعلى معدل أقل. يعني إيه؟ يعني أنا مش هشغله 14 ساعة، هشغله بس ساعتين ثلاثة. ده كده تمام فنتليشن يعني تكييفات؟ طب خلاص كده احنا خلصنا. لأ، في عندك لايتنج برضو؟ والاورينتيشن يعني توجيه، يعني علاقه المبنى بتاعك في توجيهه اكتسابه للحراره، وبعد اكتسابه للحراره فهو معاه اكتساب اضاءه، وبالتالي برضه حركه رياح وتهويه. ده كده القصه كبيره جدا، قصه كبيره جدا. انا ما ينفعش اقول انا عامل سيكشن، السيكشن اللي انت عامله ده سيكشن او القطاع التصميم اللي انت عامله ده، انت عملت الشباك بتاعك شكله ايه؟ الازاز بتاعك كمان في ديتيلز بقى نوعه ايه؟ يعني انا
ممكن اللايتنج او الاضاءه بتاعتي تشتغل اللي هي الصناعيه تشتغل في التوقيت اللي الشمس فيها مش موجود؟ اه يعني ما تشتغلش الاضاءه الصناعيه معايا من 7 الصبح، لو شغلت من 8 من 7 الصبح 8 الصبح لسه في شمس، يبقى كده انت عندك مشكله في تصميم الفراغ بتاعك من الاساس. لكن انا مدخله اضاءه طبيعيه مناسبه لوظيفه هذا الفراغ خلال هذا التوقيت، يبقى الاضاءه الصناعيه مش شغاله في التوقيت ده. هتشتغل امتى؟ هتشتغل بقى بالليل. تمام، احنا كده قلنا اضاءه وقلنا تهويه، تفاضل الحراره نفس الكلام. هو انا لما بعمل اشغل التكييف هو الهواء ده عشان ايه؟ يخلص لي من الحراره اللي موجوده، اللي جات لي منين؟ اللي جات لي من الحيطه، اللي جات لي من الازاز. اه تمام، يعني انا شغلي كله بره، شغلي كله على الغلاف. لا، ده شغلك كمان جوه في الانتيريو، عشان كده احنا هنتكلم عليه النهارده، ما هو كمان له علاقه بالديزاين. محدش يجي يقول يلا يا باشمهندس فكر لي بقى في ان انت ازاي تعمل التصميم الداخلي للفراغ ده، اوكي هاتوا الشابلونه بتاعت الديزاين ونخلصها. لا لا، الفراغ ده مساحته ايه؟ وهتتفرش ازاي؟ باي عدد من القطع؟ بانهي نوع ماتيريال لهذه القطع؟ هو انا كده هيبقى لي علاقه بمعدل التهويه والاضاءه في الفراغ والحراره؟ ايوه. لا، الموضوع كده بيكبر مننا واحنا ما كناش متخيلين الموضوع بهذا المنظر. ما هي دي الحقيقه. انا جيت قبل المبنى بتاعي حواليه ابتديت اعمل حلول عمرانيه، اشتغلت لاندسكيب، اصغر السكيل بقى شويه، اشتغلت لاندسكيب حوالين المبنى بتاعي بطريقه ما تناسب احتياجات المبنى ده ونوع المبنى ده ونوع المناخ بتاعي. فبالتالي اللي ابتدى يدخل لي من حراره وتهويه انا اتحكمت فيها من بره المبنى اصلا. تاني، اشتغلت على 3 مراحل تصميم، اكستيرير اللي هو ما هو خارج المبنى، وانتيريور اللي هو المبنى نفسه ومداخله من فرش او من عناصر للفرش الداخلي. اه يبقى انا كده محتاجه اقول ان انا اقدر اصمم مبنى صحي زي ما كنا بنتكلم من شويه. اه يبقى رقم واحد فيها انك تعمل انرجي افيشنسي، تعمل كفاءه في استهلاكك للطاقه. وده ممكن، اه ممكن طبعا. احنا المبنى بتاعنا قلنا بيشتغل ازاي او بيعتمد على ايه في التشغيل؟ بنشتغل بمفهوم الافيشنسي، بكفاءه. يعني ايه كفاءه؟ يعني انا بعتمد على الاضاءه في كفاءه في استهلاك الاضاءه. آه بشتغل للعزل، في عزل بستخدمه عشان يعمل لي بعد كده افيشنسي. آه استهلاك للميه فيها برضو افيشنسي، يعني الميه اللي انا بستخدمها دي ممكن تكون ميه الشرب، لكن في ميه اخرى بعيد تدويرها عشان اقدر استخدمها مره تانية بعيدا عن الشرب. بستخدم ميه المطر واعيد استخدامها، بجمع الميه دي وبعيد استخدامها. انا عندي كمان تفكير وحلول لتشغيل استهلاك للميه جوه المنطقه. طب والطاقه؟ الطاقه احنا اتكلمنا ان هو له علاقه باكتساب حراري، له علاقه باستهلاك كهرباء، له علاقه بتهويه، له علاقه باضاءه، له علاقه باكتساب حراري. احنا ممكن نقلل بقى من تاثير المبنى ده اننا نعتمد على مصدر طاقه متجدد ومصدر طاقه نظيف، زي ايه؟ زي السولار بانلز اللي انا ممكن استخدمها على المبنى بتاعي. ما انا مش كده كده المبنى ده بياخد حراره. اه طب تمام، استغلها بقى واعمل توليد للكهرباء دي، احول الحراره دي الى كهرباء بشكل لا يؤذي البيئه. يبقى المبنى بتاعي عشان اقول عليه ده مبنى صديق للبيئه او مبنى هيلثي، يعني انا موجوده جواه لا يضرني، ماتيريال التشطيب لا تضرني، التوجيه بتاعي والجزء الخاص بالاضاءه والحراره لا تضرني، الشكل والتصميم رائع ومتميز ولا يضرني، استهلاكي للميه والكهرباء مناسب فما بدفعش كتير فده لا يضرني. يبقى فكره ان انا اعمل مبنى من مرحله التصميم ليه فكره وليه هدف اقدر اشتغل عليه، من الممكن ومن السهل لتحقيقه. يبقى المبنى لو سمحت فكر فيه وهو 3D، فكر فيه من كل الجوانب الخاصة بيه. بلان، بفكر في البلان وانا عيني على السكشن، ولما حاجة اقفل الكتلة 3D هيبقى السقف شكله عامل ازاي. بلاش بقى نقول ايه الموضة دلوقتي ان السقف يبقى جاي، مش حاجة اسمها موضة ترند ان المبنى يبقى شكله عامل ازاي، مش حاجة اسمها كده. المبنى وتشكيله يناسب المناخ بتاعك، اتفضل صممه. يناسب هوية مجتمعك وثقافته، اتفضل صممه. يناسب الوضع المادي والاقتصادي للي انت موجود حواليه، اتفضل نفذه. لكن اعمل اي تصميم باي شكل باي فكره ما ينفعش. يبقى فكر ان المبنى عباره عن مجموعه من العناصر المتكامله من الخارج الى الداخل. نوع النشاط هيأثر، شكل الفراغ هيأثر، توجيه الفراغ هيأثر، استهلاكي وتشغيل المبنى بقى اذا كان ايا كان عنصر من عناصر الريسورس اعتمد عليها برضو هيأثر على او هيتأثر من مرحلة التصميم. طب انا دلوقتي تمام مقتنع وهبتدي اصمم بالطريقة دي، بس انا عندي مشكلة، انا مش عارف هو انا
المناخ اللي انا فيه ده ايه ظروفه؟ عباره عن ايه؟ يعني الحراره ايه اللي بتعرض لها هنا؟ حركه الشمس ايه؟ ما عنديش المعلومات دي. هقول لك لا، دلوقتي تقدر نفكر بديفرنت تولز، نفكر بعناصر مختلفه. بلاش يبقى تفكيرك في الديزاين هو مجرد تصميم لتشكيل فقط، اعتمد على برامج الإظهار المعماري فقط. لا، انا ممكن اعتمد كمان على برامج سيميوليشن، برنامج يقدر ياخد لك المبنى اللي انت بتصممه ده ويعلق لك او يدي لك فيدباك على المساقط المعماريه اللي انت بتقدمها له، وساعتها تاخد انت بقى قرار اغير ايه واعدل ايه. يبقى انا هقدر اعرف المبنى ده هيتعرض لايه واشوف هيحصل له ايه. اه، تقدر تعرف تعمل ده لان البرامج دي هتساعدك انك بتوصف التصميم بتاعك كانك يعني تعمل تشريح للمبنى، كل تفاصيل المبنى تشتغل ازاي، هيتنج اهي، لايتنج اهي، اتش باك لود اهي، عايز تعرف الحسابات بتاعتك هتكون مؤثره ايه بعد كده بقى ككوست اهي، بيدي لك كل التفاصيل بتاع المبنى بتاعك، وانت من خلال الكالكوليشنز او الريزلت اللي هو بيديها لك بتقدر تقرر بتقدر تفكر. يعني احنا دلوقتي كان ديزاين اند كان ديسايد، انت تقدر تعمل الاثنين، انت تقدر تاخد ديسيشن، تقدر تاخد قرار نتيجه لتصميمك. انا كده تمام، اعدل في ايه، اغير في ايه، وترجع تدخل البرنامج تاني ويدي لك نتيجه تاني، الموضوع خلص. لكن زمان ما كانش البرامج دي موجوده، تمام بنفذ ومش عارف هيحصل ايه بعد كده، بس يعني انا اعتقد ان انا مصمم صح. لا، دلوقتي مع البرنامج ده او اي نوع من البرامج كتير جدا، ادزين ديفا، برامج كتير جدا بتتكلم فيه ازاي تعمل، حتى برضو في الريفت في جزء انفيرمنتال بتقدر تدي لك سيميوليشن، تقدر تشوف المبنى بتاعك هيشتغل ازاي، هيتعرض لايه، فساعتها اقول لا انا هيتعرض لرياح شكلها كذا، اخلي الارتفاع عامل ازاي، اخلي المنطقه دي مفتوحه ولا لا، وساعتها بقى لما اجي اقرر هقرر كمان في اللاند سكيب كمان شويه زي ما هنشوفها. يبقى انا اقدر اصمم واقرر لان انا ابتدى يديني المبنى متعرض لايه ويدي لي نتيجه قدام عيني، واقول انا اه تمام انا اكتشفت ان الشباك اللي انا عملته ده نسبته غلط، واجهته محطوطه على العدد او نسبته على الواجهه غلط، فبالتالي كده لو شايفين من اخر واحده دي اللي هي فيها الالوان دي ابتدى يديني نتيجه ويديني ارقام، فبالتالي انا بقيت فاهمه انا المشكله عندي فين واقدر ان انا اعدلها مره تانية. يبقى الداتا بيز عندي هنا ليها علاقه بالمناخ، وببقى انا مدخله له قايله له انا موجوده فين، فيقدر يديني البيانات الصحيحه. وخدوا بالكم ان ده بيتم تطويره بشكل دائم، بمعنى اني انا ممكن تكون الارقام دي مش قديم، الارقام دي حديثه وتقدر تشتغل عليها، والنتائج انت بتشتغل عليها في السيميليشن، وتقدر دلوقتي الناس بتتكلم في برامج البام، بتتكلم في البام ليه؟ لان دي خلاص المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. احنا مش بس هنتكلم في الثلاث ابعاد، احنا بنتكلم في بعد رابع، بنتكلم في تاثير الوقت. انا ازاي اقدر اعمل كنترول او ازاي يكون عندي مانجمنت للمبنى بتاعي خلال مراحل التشغيل. يبقى انا اديتك امكانيه انك تصمم تبع لقرارات تصميميه انت خدتها، وبعدين اديت ان انا اتحكم في هذا التصميم خلال مرحله التشغيل بتاعك. So building will interact with surrounding environment. المبنى هيبدا بالطريقه اللي احنا بنفكر بيها دي او هنفكر فيها دي، نخلي المبنى متفاعل مع البيئه المحيطه، مش مبنى منغلق، مبنى بلوك، مبنى اللي جواه ملوش دعوه باللي براه، الناس اللي جوه مرضى ملوش علاقه باللي بيحصل بره، المبنى مش شبه المناخ، مش شبه البيئه، مش شبه المنطقه الثقافيه او ثقافه المجتمع او افكار، ملوش دعوه باي حد، هو مبنى واخد الشكل ده، الفورم ده حطيته وخلاص، والستراكشر ده اللي شغال دلوقتي نشتغل بيه، والازاز ده هو اللي شغال يلا حطه. فين التصميم؟ هو ده الترند في التصميم، انا هشتغل بالطريقه دي في التصميم. طب الطريقه دي ليها علاقه بمشروعك؟ لا. ليها علاقه بالبيئه اللي انت بتبني فيها؟ لا. طب بتشتغلوا ليه؟ عشان اكون مميز. انت كده مش مميز، انت عشان تكون مصمم متميز يجب ان تدرك كل العناصر المحيطه بتصميمك. انت بتقدم للكلاينت ايه؟ بتقدم له تصميم متميز، تصميم مدروس، تصميم ملائم ليكم، ملائم لاحتياجاتكم، ملائم لافكاركم، ملائم للي انتوا هتتعرضوا له. كده حضرتك نجحت في مرحله التصميم. المبنى بتاعي ممكن يتفتح فيه حاجات ويتقفل فيه حاجات، في حاجات ممكن تبقى فيها سنسورز تتعرض لايه وتقفل لايه، بره المبنى قبل ما اوصل اشتغل عليه ازاي واقفله. طب معلش كده يا دكتور، حضرتك بتتكلم بقى في جزء اقتصادي صعب وعالي، واحنا بنتكلم عن البيئه الاقتصاديه فلا يلائم الجزء الاقتصادي. هقول لك لا، في حلول باسيف، في حلول تصميميه غير مكلفه
وفي حلول اكتف زي ما قلت من شويه مكلفه، وانت لك القرار تختار تصمم ازاي. انت لو لسه طالب شغل براحتك، محدش هيقولك انت ازاي يا ابني التصميم انت مش هينفع انفذه، براحتك. لكن لما تيجي تتخرج وانت دماغك بقى كلها افكار كبيره جدا وشغل متطور، انت عمال بتطور من نفسك تصميميا لغايه ما بتتخرج، هتلاقي نفسك عارف تتفاعل مع اللي انت متواجد فيه دلوقتي ازاي، تحقق كل العناصر دي. نقطه انت لازم تبقى مدركها من البدايه. تواصلت للسيرف اراوند، انت عرفت كل اللي حواليك، عرفت الموارد، عرفت علاقتك بالميه، عرفت الاضاءه الطبيعيه والتهويه الطبيعيه، عرفت ازاي تحقق معدل الحراره مناسب. بالتالي انت ما عندكش معدل بوليوشن، فانت عملت كنترول في البوليوشن، ما عندكش ويست كتير، ما عندكش مشاكل في الجزء الخاص بالتهوئه بالغازات المحيطه بالمبنى بتاعك. عملت ايكو نيفرمنت، عملت مجاوره، عملت لجيرانك ايكو، تفاعلت بشكل ايكولوجي مع البيئه الطبيعيه اللي حواليك، حطيتك كده نجحت تماما. طب الخطوه الاولى انا اقتنعت بيها، الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه ازاي افكر مع البيئه. انا واحد بحب يبقى ليا كونسبت، والكونسبت ده يترجم في تصميمي هايل. تعالى بعد اذنك فكر في ان الكونسبت يبقى ليه علاقه بالانفايرمنت. يعني ايه؟ فخلي الكونسبت ليه علاقه بالمناخ، ليه علاقه بالبيئه، ليه علاقه بالافراد. اعمل الكونسبت اللي انت عايزه. تاني هقدر يطلع ازاي؟ هيطلع لما تفكر جوه الارض بتاعتك، ما تفكرش في شفافه فاضيه في الهواء ملهاش دعوه بحد. لو فكرت جوه السايت بتاعك اللي انت عملت له اناليسز وعرفت هو فيه ايه وجنبه ايه، هتقدر تترجم الكونسبت اللي جوه دماغك او الجزء اللي انت عايز تبدعه او الفكره التصميميه بتاعتك تبعا لما يتناسب مع كل ما هو. دي خطوه رقم اتنين، وانا اصريت ان خطوه رقم اتنين تيجي بعد واحد، عشان انا حطيتك رقم واحد دي مهمه، ما ينفعش انها تتعمل وانا بستلم المشروع الصبح. ما عملتش تهويه، يلا شباكين هنا شباكين هنا، عشان الدكتور الصبح هيقيم فيعرف ان انا عملت له شبابيك. الحاجه سلم الشغل بكره لمديري، فبقول له اتفضل ها الشبابيك اهي تمام، البيبان اهي، الوضع اهو. لا، فكر في الاطار البيئي اللي حواليك، وده ممكن يساعدك في ان الكونسبت بتاعك تكون متميزه ومختلفه. انت محتاج تعمل بالانس ما بين العماره الأسس المعمارية والمعايير التصميمية والاشتراطات اللي احنا خلاص عارفينها عبارة عن ايه، ولازم تجمع بالكلايمتولوجي الجزء اللي علاقة بالمناخ اللي حواليك، معالجاته، احتياجاته، مشاكله. محتاج انك تربط تكنولوجي تقنيات، ما ينفعش ان انت تكون بتتكلم في حاجات بقالها عقود خلاص انتهت خلصت. يمكن انا كنت من الناس اللي كنت محظوظين ان انا سمعت الدكتور سامر الاسبوع اللي فات، وكنت سعيده جدا بالمحاضره بتاعته، لان هقول الجمله اللي هو كان بيشرحها الاسبوع اللي فات وانا قلتها في تعليقي عليه. انا ممكن اخد افكاري انا الثقافيه والتراثيه المعماريه واترجمها بطريقه حديثه. يعني محدش يقول انا هشتغل بنفس شكل المشروعيه بتاع زمان، لا. عايز تعمل فكره المشروعيه، خد الفكره وترجمها بتقنيه مختلفه، انت كده نجحت. انا عايز اعمل ملقف، طب تمام زي ما هو، لا خده وعبر عنه بماتيريال مختلف. عرفت بيشتغل ازاي؟ اساس لازم يبقى فاهم بقى القصه، ان انا مش هاخد كوبي بيست من الحاجات واركب يبقى انا كده خلصت. لا، انت محتاج تبقى فاهم انت هتحط مين فين ازاي. مشكله حل تطبيق، مشكله حل تطبيق، خلص. كل ده لازم يبقى له علاقه بالبيولوجي، لازم يبقى له علاقه بالكائن الحي المتواجد. انا بصمم ليوزر، لازم اكون محقق ليه كل الحاجات اللي هو متطلب يلاقيها او متوقع يلاقيها او لازم يلاقيها في المبنى بتاعي. طب احنا كده دخلنا جوه المبنى ده، تعال نخرج بقى شويه ونتكلم عن الاربن. مش مهم بقى، كفايه المبنى بتاعنا صممناه كويس وشفنا الاورينتيشن واخترنا ماتيريال مناسبه وسمك الحيطه ايه وارتفاعي ايه وفراغاتي خلاص تمام يا دكتور انا كده تمام. لا، لازم تبقى فاهم في ريليشن ما بين الاربن والديزاين، في علاقه ما بين الاثنين. وهرجع اكد عليك تاني، انا اصلا يعني خليت التايتل بتاعنا ديزاين وما قلتش ديزاين لايه؟ ما هو ديزاين اركتكتشر، ديزاين لاندسكيب، ديزاين انتيريور، هي بتتحرك على الثلاثه وانا قصدت ده. احنا مش محددين على ستيب واحده ونقف عليها، انت كمعماري بتقدر تشتغل على الثلاثه، تقدر تفكر في الثلاثه. لازم تبقى عارف ان المبنى بتاعك ده هو جزء من كل، جزء حواليه اجزاء يا مشابهه ليه يا مختلفه عنه. يعني يا مبنى حواليه مباني، يا مبنى حواليه مسطحات
جرين انرجي او مسطحات مفتوحه، حاجات ليها علاقه بالموارد، ليها علاقه بالميه، ليها علاقه بالاغذيه، ليها علاقه بالمخلفات، ليها علاقه بالانفراستراكشر اللي موجوده جنبك. يبقى انت لازم تبقى فاهم ان في efficiency لازم يحصل في كل المراحل دي. احنا بنتكلم في ريتنج سيستم، زي ما باشمهندس عمر كان بيتكلم معايا في اول السيشن، الريتنج سيستم دي عملوها ليه؟ عملوها عشان يوصلوا لمباني بيئيه. احنا عايزين نشوف المبنى بيعمل مشاكل للبيئه في ايه، او مشاكل المبنى فين، فقال لك خلاص هم كذا كذا بوينت كده نعمل اشاره عليهم، السايت والووتر والانرجي والماتيريال او الريسورسز حسب بقى الريتنج اسمه ايه، لان كل واحد كلهم بيشتغلوا على نفس يعني تحت الامبريلا واحده، لكن بيدوا مسميات تناسبهم هم او بتختلف تبع لاحتياجهم هم. فمن ضمن النقط اللي كانوا حاطينها السايت، ما كانش تركيزهم على المبنى لوحده والاوبريشنز بتاعت المبنى لوحدها، لا ده كان بيتكلم بره المبنى، المبنى بتاعك هيأثر ايه على السايت اللي حواليا، انا مبني في منطقه نوعها ايه. لو انا عندي منطقه شاليهات وحامل مجموعه من الشاليهات، يبقى انا لازم ابقى دارسه الجزء البيئي للمنطقه دي، ايه نوع الجزء الايكولوجي في المكان، الجزء المحيط بيا ايه، الكائنات الحيه ايه، دوره حياتهم ايه. الموضوع مش تهريج، الموضوع بجد. انت لازم مادام بتبني في مكان او هتصمم لمكان، لازم تعرف المكان ده عباره عن ايه. المعماريين المميزين جدا جدا في العالم، هو بيفكر كأنه هو المبنى، بيفكر انا عايز اكون في المكان ده ازاي واعمل ايه، المبنى اللي هحطه في المكان ده انا عايزه يشتغل ازاي او يعمل ايه. يبقى فكره ان عندي efficiency هتلاقيها ظهرت كتير واشتغلت كتير. وعشان ما عنديش جمله الريتنج سيستم دي موجوده في كل دوله، ابتدت تقول احنا هنعمل ريتنج خاص بينا عشان نبتدي نبقى متاكدين، وبنقول ان احنا بنعمل مباني خضراء او مباني بيئيه عندنا او جرين بيلدينج عندنا، فبالتالي احنا هنحط ريتنج، نحط كده زي تشيك ليست كده مجموعه من الاشتراطات، وهندي عليها بوينتس، درجات درجات درجات، ونشوف التوتال بتاعك عباره عن ايه، وبالتالي هنقدر نقولك المبنى بتاعك ده ياخد انهي ليفل من التقييمات، فكده المبنى بتاعك تمام، ممكن تعمله شويه تحسينات فتوصل لليفل اعلى او تمام اكتر. بره بيبيعوا المباني وهم واخدين السيرتيفيكيشن ده. طيب الريتنج سيستم بقى هم شافوا انه المبنى وخدنا نقطه من النقط اللي هو السايت، فكده تمام نعمل بقى لكل نوع من المباني، اتعملوا. طب خلاص يبقى احنا عملنا المبنى كده خلصنا؟ لا، امال ايه؟ معلش احنا محتاجين نعمل الاربن كمان. ازاي؟ اتعمل ريتنجز للاربن، ابتدى يدخل في تفاصيل انا الفراغ العمراني اللي انا موجود فيه تصميمه يبقى ازاي. في منا بيشتغلوا خارج بالتصميم المعماري، بقى يبتدي يشتغل في مرحله التصميم العمراني، فلازم يبقى فاهم، لازم يفهم علاقه المناخ بيه ايه، يتكلم في انفيرمنتال بلاننج الاول، المفروض يتفرج يتكلم عن انفيرمنتال ديزاين، لا تعالى نتكلم في انفيرمنتال بلاننج، تعالى نتكلم دلوقتي في الجرين اوربانيزم، ده من المسميات اللي ابتدت الناس تتوجه ليها. نتكلم في الايكو سيتي، او نتكلم في المودرن سستينبل سيتيز، احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ان احنا عايزين المدينه نفسها تكون أدائها متكامل، لا تضر البيئة وتعتمد على ذاتها وتعتمد على الطاقة المتجددة وتعتمد على الانتليجنت اليمنتس العناصر الذكية في التفاعل الجرين انفراستراكشر. ابتدى نتكلم في نقط مين المستفيد منها كلها، هو اليوزر للمكان اللي انت بتتكلم عنه. لازم اتكلم في الكلايمت ما دام بتكلم في ما ينفعش ان انت تقول لي انا هتكلم فيها لوحدها، لا انا هصمم بقى هنا جزء مسطحات مائيه بشكل ايه، الليفل او الستبس بتاعتي او الكونتور هيكون ماشي ازاي، الانفراستراكشر في المنطقه دي ايه ظروفها، ايه علاقتي بالمباني وارتفاعها. بس لازم تكون فاهم وعارف، زي ما الصوره قدامكم كده، اليوزر الصغير ده اللي موجود في هذا الفراغ العمراني، انت لازم تكون دارس احتياجاته كويس جدا، هو هيتعرض لمستوى او درجه حراره عامله ازاي ورطوبه عامله ازاي، انا هشتغل عليها خارج المبنى هديله السبيس او الاوبن سبيسز عامله ازاي. الناس دلوقتي بتتكلم في مفهوم من المفاهيم اللي هو زي الوكابيلتي، قدره على المشي، هل انت بتديني فراغ عمراني اقدر امشي فيه؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا في نقط غريبه جدا، لا دي نقط اساسيه، كواليتي اوف لايف، جوده الحياه زي ما هي موجوده في ريتنج سيستم وبيقيمها وبيديها درجات، لازم حضرتك تحققها في التصميم. حتى لو مش هنشتغل على ريتنج سيستم، احنا عندنا في مصر ريتنج سيستم مصري جرين بيراميد، هو لسه ما فيش تفعيل ليه، يعني هو تم يعني انهائه بشكل رسمي وهيتم تفعيله قريبا ان شاء الله، على ان يبقى في عندنا مباني في مصر مباني خضراء، ومع الوقت زي بره ما ابتدوا يشتغلوا، احنا ان شاء الله هنشتغل على القصه دي، نشتغل على انواع من المباني، ريتنج للمدارس وريتنج للمستشفيات وريتنج للمباني السكنيه وريتنج للمباني الاداريه. ليه يا جماعه ما ريتنج واحد بقى، انتوا بتكتروا ليه؟ لان كل نوع مبنى
نوعه ووظيفته بتأثر زي ما احنا كنا بنتكلم في السلايد اللي فاتت، بيأثر على أداء المبنى وتشغيل المبنى وطاقة المبنى. لاندسكيب ديزاين مش شوية مية هنا شوية شجر هنا، الله الفراغ ده جميل، لأ سيادتك لازم تبقى دارس السايت اللي حواليك، انت محتاج تشتغل فيه هارد سكيب لانس وسوفت سكيب ازاي، شكلهم ايه، ايه علاقتهم، هل هي ريسايكلد يعني مواد معاد تدويرها، مواد طبيعيه، مواد صناعيه، ليها علاقه بالاكتساب الحراري، ليها علاقه بالانتاج الحراري كمان. طبعا الفراغ اللي انا هبقى موجود فيه ده مهيئ لمده زمنيه قد ايه، وهل ممكن يفضل ثابت ولا ممكن يتم تغييره تبع لاختلاف التوقيت، والفراغ ده هيتعرض للشمس لمدة قد ايه، حركة الهواء اللي موجودة دي انا ممكن اغيرها او اتجنبها او ان انا اقلل منها ولا لا، نوع النباتات اللي حضرتك بتستخدمها، تبقى مصيبة لو انت استخدمت نوع نباتات بتستهلك مية بمعدل كبير، طب انت استخدمتها ازاي يا باشمهندس شكلها، لا انا بوصل للفيجوال الجزء البصري، لكن في نقطة مهمة قوي اللي هي العلاقة بالإفشنسي بتاعت الوتر إفشنسي، نقطة مهمة، أنت استخدمت نوع تشجير شكله إيه؟ الوتر بوديز عملتها فين وليه؟ تشكيل، أدي فكرة، أدي كونسبت، مع احترام للكلايمت اللي أنت موجود جواه. لاندسكيب بمنتهى البساطة، الشجر أنا الشجرة دي لطيفة، لا الشجرة دي هتعمل لي إيه؟ أنا بصمم الشجرة اللي هستخدمها هحطها هنا ليه؟ ارتفاعها، شكلها، لونها، عددها، المسطح المائي، احنا في منطقة حارة جافة محتاجين نعمل معدل رطوبة، طب ترطيب ده هنعمله فين؟ في انهي منطقة عشان الهواء لما يعدي عليها يبقى الناس دي اتعرضوا لتهوية مناسبة لان درجة الحرارة قلت مع وجود نسبة مية، وكمان لو انا عامل نوافير مثلا حوالين البيت بتاعي فالهواء اللي هيعدي عليها هيدخل من الشباك او البلكونه دي، فالهواء ده يبقى داخل وهو محمل بدرجه رطوبه، فبالتالي بيقدر يخلصني من الحراره اللي في الفراغ. تاني، كل ده ديزاين، كل ده ليه علاقه ببعض، كل ده مهم ومؤثر. انا ممكن استخدمها شيدنج، ممكن استخدمها ويند بريكس تكسر حركه الرياح، لان انا شايفه ان معدل الرياح اللي انا عرفته بقى، ما انا عرفته محدش ما مش بعد ما خلصت اكتشفته، انا عارف من الاول سرعه الرياح اللي جايه من هنا قد ايه، مناسبه ولا مش مناسبه، انا اقدر اتجنبها بالتشجير، اقدر ادخلها بالتشجير، اظلل المبنى بتاعي من خلال التشجير طبعا الى جانب الرؤيه البصريه المناسبه من خلال التشجير. طب احنا كده اتكلمنا بره، ممكن ندخل بقى على داخل المبنى ونتكلم في الانتريور ديزاين. طبعا الناس بتتكلم دلوقتي في حاجه اسمها الايكو فريندلي انتريور ديزاين تيرز، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي بتكلمني كمان في ان الفرش او الفرنتشر اللي موجوده وبحقق بيها الانتريور ديزاين تكون ايكو فريندلي؟ اه، يعني ايه ايكو فريندلي؟ يعني تكون صديقه للبيئه. حضرتك دلوقتي لما قلنا كل الناس بتستخدم الموكيت انتشر في كل العالم، هو ده مع الوقت طبعا والدراسات والابحاث وكذا وكذا قدروا يعرفوا ان هو غير ملائم لصحه الافراد، لان هو بيأثر على التنفس، بيأثر على بيسبب امراض تنفسيه. طيب معنى كده ايه؟ ان انا مش اي حاجه اجيبها من اي حته واستخدمها. انا لما استخدم الموكيت ده او استخدم سجاد لازم تبقى عارف ان انت بتستخدم نوع من انواع العناصر اللي بتقدر تعمل لك تدفئه. يعني ايه؟ يعني تحافظ على الحراره. لو الفراغ اللي انا موجود، احنا في الشتاء دلوقتي، لو الاوضه اللي انت قاعد دلوقتي بتسمعنا منها دي مفروش فيها سجاد، لو انت شلته هتحس ان في درجه حراره قلت. ليه؟ لان ده عنصر من العناصر ابتدى يتحكم معاك في مستوى المناخ الداخلي بتاعك. الفرش بتاعك طريقته على الحيطه دي ولا على الحيطه دي، كتير داخل المبنى ولا قليل، بيفرق. الماتيريال بقى، الماتيريال نفسها بتاعتي هتاثر عليا وعلى صحتي وعلى راحتي النفسيه. بنتكلم في كواليتي اوف لايف، بنتكلم في جودة حياة الناس، احنا مش بنتكلم بس الناس تبقى صحتها كويسة ولا لا، احنا بنقول الناس دي عايشة في رفاهية، مش رفاهية يعني حاجة غالية، رفاهية يعني أكون موجود في مكان مناسب ليا، مناسب لاحتياجاتي، مناسب لأفكاري، مناسب لعقائدي، مناسب لاحتياجاتي المتأثرة بالمناخ، قاعدة في المكان مش متضايقة، نفسيا مش متضايقة، ألوانه غريبة، مساحته صغيرة. يعني تعالى نرجع خطوتين كمان لورا ونقول إن الديزاين اللي احنا كنا بنقول على الزونينج ونتكلم على معايير تصميمية ونتكلم على مساحة، تعالى دلوقتي نتكلم فيها بالنسبة لكواليتي أوف لايف. الشخص اللي موجود في الفراغ ده هيشعر بإيه؟
احنا عملنا الوظيفة بقى كمان، هنفكر في البني ادمين اللي عايشين دول هيحسوا بايه. طبعا ده دور حضرتك، حضرتك مش دورك انك ترسم لي خطوط ولا دواير وعلاقات اشكال هندسية وتقولي تمام اتفضل احنا خلصنا في كونسبت رهيب. لا، حضرتك تعمل كونسبت طبعا، تحترم مناخ طبعا، بس لمين؟ لليوزرز، الناس اللي هتستخدم المكان ده. يبقى خليني كمان دلوقتي وانا بتكلم معاك في ديزاين اقول لك ان في حاجة كمان اسمها انتيريور ديزاين ليها علاقة بما هو ايكولوجي او فريندلي. طب نتكلم على البيئة الاجتماعية شوية، احنا اتكلمنا على البيئة الطبيعية وركزنا على موضوع المناخ، تعالى نتكلم عن الجزء الخاص بالبيئة الاجتماعية. البيئة الاجتماعية احنا كلنا عارفين النسبة الذهبية، يعني احنا بنتكلم فيه النسبة تبعا لمقياس الإنسان وجسم الإنسان. حضرتك لازم تكون عارف انت بتصمم لمين، لأنهي شريحة عمرية. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو بتصمم أماكن خاصة بالشباب غير الأطفال غير الكبار في السن، والكبير في السن ده مريض ولا غير مريض؟ يعني أنا بصمم الفراغ ده لشخص سليم ولا غير سليم؟ أيوة، ليه يعني؟ ليه؟ ليه بفكر أنا في التفاصيل دي؟ لأن هو ده الأساس من تصميمك. حضرتك لازم تبقى عارف الشخص اللي هيستخدم ده محتاج يشوف إيه؟ هيتعامل إزاي؟ هيتصرف إزاي؟ حركته عبارة عن إيه؟ وبالتالي هتكلم في مساحته، في ألوانه، في تشطيبه، في طريقة الفرش بتاعه. كمان أنا زي ما قلت من شوية محتاجة أفكر في راحة الإنسان، البعد الروحي لتصميمي أنا، أفكاري أنا ترجمتها، مش أنا ليا حق إن أنا يبقى ليا فكرة وكونسبت وأترجمها، الشخص اللي موجود في الفراغ برضو ليا حق إن أنا، هو ليه حق إن أنا أكون بصمم تبعا للي هو محتاج يشوفه. بعمل حاجة للأطفال، ما تبقاش حاجة كئيبة، تبقى حاجة مبهجة، ألوان مبهجة، بعمل حاجة لكبار السن مبهجة، مش بقول خلاص بقى الدنيا قفلت ويلا شكرا نقعد في المكان ده لغاية ما يتولاك الله. لأ، انت بتفكر في البعد النفسي للناس الموجودين في الفراغ. انا موجود عشان امارس اكتيفيتي معينه انا مبسوط وانا بقوم بيها، موجود في بيئه عمل بشتغل طول الوقت بشتغل بال 14 15 ساعه. لا، انت كنت مراعي بقى ان الفراغ ده المحيط بيا ان بيئه العمل دي تكون مناسبه لي، اذا كان الوان، اذا كانك عملت جرينز او اماكن مفتوحه او حطيت عناصر خضراء ابتديت تخليني ان واوت في نفس الوقت، طريقه الفرش، الالوان. انا بفكر في دول، بفكر في الناس اللي موجوده جوه الفراغ بتاعي. يبقى انا بفكر في الهيومن اكتيفيتي، وكمان ان الاكتيفيتي دي بقى هتتطبق ازاي، هتتنفذ ازاي، هتشتغل ازاي، معتمده على مصدر طاقه نوعي. يبقى تاني بقى، تاني كله بيكمل بعضه. انا بعمل الفراغ، الفراغ ده هيتهوى ازاي، هيتنور ازاي عشان الناس اللي قاعده في الفراغ ده ما يصابش بمرض او ما يصابش بشيء نفسي، يبقى متضايق عشان انت قاعد في بيتك تقعد تدعي على المصمم ده طول حياتك، زي ما انت تبقى طالع على السلم في مشاكل في الدرج بتاعه، يعني الراجل اللي صممه ده بقى منه لله. اللي بيحصل ده بيحصل في التصميم. انا قاعده في فراغ مناسب وعيني شايفه الفيو دايما بره، مستخدم نوع ازاز مناسب عشان الحراره اللي بتبدا تدخل لي، التشكيل بتاع الفراغ نسبته، طريقتي انا وكريت الحركه بتاعتي جوه المكان مناسبه، يبقى انت كده قدرت تحقق اكتيفيتي سليمه. راعيت كيفيه تشغيله ان هو ما يكونش مؤثر بشكل سلبي على البيئة، وفي نفس الوقت الشخص اللي موجود جوه الفراغ ده مش هيبقى بيدفع شهريا فاتورة كبيرة جدا لأنه معتمد على أجهزة صناعية تشغل له أو تخليه يقدر يقوم بحياته بشكل سليم. بتكلم في الجزء الخاص بالإيكونوميك، أنت بتتكلم في بروفيت وكوست، بتتكلم في منفعة، بتتكلم في منفعة، وبتتكلم في دفع، الاتنين مع بعض. طب أنا أقدر إزاي أوازن؟ بمنتهى البساطة، أنا ممكن أعتمد على مصدر طاقة متجدد، هدفع شوية في الأول كبير، لكن مع الوقت بقدر ارجع الفلوس بتاعتي تاني، المبنى بتاعي بينتج الطاقه، ببيع الطاقه، فالمبنى بتاعي بيتفاعل مع البيئه اللي حواليه، فانا بقى عندي عائد مادي موجود. قللت من الرقم الفل اللي بدفعه شهريا، قللت من معدل الحاجات اللي بشتريها. يعني احنا خلينا بقى نتكلم كمان بعدين في الاجهزه اللي انت بتستخدمها، نوع اللمبه بتاعتك، نوعها والمده العمريه بتاعتها ليها علاقه بالطاقه. يعني بنتكلم في الليد، نتكلم في نوع لمبه ليها علاقه بكفاءه استهلاكي للطاقه، بتقعد مده زمنيه عاملة ازاي. فانت بتقدر تفكر في كل هذه التفاصيل كعائد بتشتري بيه ماتيريال تشغل لك او سيرفيس تشغل لك المبنى، وبالتالي تعود اليك مرة اخرى. الماتيريال اللي هتستخدمها، بتكلم بقى انفايرمنتال وبتكلم ايكونوميك وبتكلم سوشيال، بتكلم في ان ده تبقى كلها مواد معاد تدويرها، مواد غير ضارة للبيئة، ما عملتش اي ويست، استخدمت مواد تقدر تقوم بنفس الدور اللي انا اعرفه بتقوم بيه الخرسانه او الطوب او الحجر، اعتمد على ماده طبيعيه، مواد محليه من المكان اللي انا موجود فيه،
فبالتالي هي اقصر تناسبا مع المناخ بتاعي. احنا كده وصلنا للجول بتاعنا او الهدف بتاعنا، ان احنا قدرنا ننفذ مبنى نجح او بالطريقه دي في التصميم او بالتفكير ده في التصميم. المبنى ده هينجح ان هو يتفاعل مع الطاقه بشكل مناسب، يتفاعل مع الموارد اللي حواليه بشكل مناسب، يقدر يحقق للناس اللي موجودين كواليتي اوف لايف او جوده لحياتهم. بقى في عندي سيستم، بقى في عندي تحكم للانرجي اللي انا بستخدمها، اعتمدت على برامج تقدر تعمل لي تديني انفورميشن وتديني موديل للمبنى اللي انا بشتغل عليه من قبل ما ينتهي. قدرت ان انا احترم الانفيرمنتال جيوماتكس، احترمت نوع البيئه اللي انا متواجد عليها، عملت حاجه اسمها بيلدينج لايف سيركل، يعني عملت دوره كامله لتشغيل المبنى بتاعي على كل المراحل. النقط المهمة you need to see your imagination، انت محتاج تشوف الإبداع بتاعك، فكر صمم وحاول تشوف التصميم ده شكله عامل ازاي بأي طريقة. اشتغل الماكت، اشتغل برامج 3D، تخيل اللي انت بتصممه، خلي كل خط انت بتصممه وليه فكرة اذا كان 2D او اذا كان 3D. think where you live، فكر انت عايش فين، change تغيره to where you want to live عشان تقدر تحقق اللي انت عايز تعيش فيه. اعرف المشكلة اللي انت موجود فيها وازاي تقدر ان انت تغيرها، ايا كان الفراغ المعماري بتاعك، ايا كان نوع المبنى اللي انت بتصممه، اقدر احقق بالماتيريال طبيعية او ماتيريال صناعية تقدر انها تكون مناسبة وتحقق للاستدامة. طبيعة المكان اللي انا موجود فيه، اعتمدت على العناصر الطبيعية انها هي اللي تشكل، انا جزء المبنى بتاعي او تصميمي هو جزء من بيئة وليس شيء منفرد عن البيئة اللي أنا موجود فيها. طريقة التصميم كإنتيريور كإكستيريور أنت قدرت أن أنت تنجح فيها، فريندلي ديزاين، ده بقى صديق، تصميم صديق للبيئة، فريندلي هو بيحقق صداقة للناس اللي عايشين فيه والبيئة اللي أنت متواجد فيها. أتمنى أن أنا أكون قدرت في السيشن دي أتناول موضوع التصميم والبيئة بطريقة مختلفة، تكون ليها تأثير إن شاء الله إيجابي بقى عليكم، وأحب إن أنا أسمع طبعا رأيكم وأسئلتكم، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع. جزاكم الله كل خير يا دكتورة، شكرا يعني كانت محاضرة ممتعة ورائعة، وننتظر أسئلة لو حد عنده أسئلة يكتبها أو يفتح المايك يقول السؤال. لو في حد عنده أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. لو سمحت البرامج اللي هي ممكن تعمل الاستيموليشن ده اسال، بحيث ان هي التوفير الحراري وكده، او ايه اللي ممكن يساعد، او ايه المصادر اللي ممكن نتعلم منها حاجه زي كده، لان انا بعد موجه البرد الاخيره في مصر وكده واللي الناس كتير اتاثرت، ففكرت ان انا يبقى ده البيزنس بتاعي في فتره من فترات حياتي ان شاء الله بعد 10 سنين من دلوقتي ولا حاجه، فمحتاج ان انا اجمع حبه معلومات كتير على حاجه زي كده، بحيث ان هي البيوت تبقى، لان الكهرباء زادت دلوقتي على الناس فهتزيد اكتر بعد كده فتره من الفترات، تبقى برقم صعب شويه. فالحل الاسهل ان احنا واحنا بنعمل المبنى من الاول يبقى صديق للبيئه او ما يتكلفش حراريا كتير، ده غير الناس كتير بدات عندها ثقافه الجرين هاوس وكده، فبقى ده هيبقى مطلب بالنسبه لهم. فده السؤال رقم واحد، فازاي منين اجيب معلومات اكتر عن المجال دوت والبرامج. السؤال الثاني، هل في دراسات مثلا على مدى التوفير او في الفلوس بالنسبه للمكيفات او البروده والتدفئه والكلام ده، وممكن ليه ممكن تحصل عليها او كده، وشكرا. تمام. السؤال الاولاني اللي انت كنت بتسال عنه، ايه البرامج؟ هو برامج كتيره قوي، وممكن يعني اعتقد ان حتى على الصفحه باشمهندس عمر حضرتك بتتناول البرامج بتاعه البيم هي عباره عن ايه، ولو تحبوا طبعا انا انزل لكم ما عنديش مشكله خالص اللينكات بتاعه البرامج دي، ممكن تدخل على اليوتيوب وتتفرج وتحاول انك تعلم نفسك بنفسك او تاخد كورسات في البرامج دي. وخليني برضو اقول لك نقطه مهمه جدا جدا، البرامج بلاش تبقى هي رقم واحد، بمعنى بلاش افكر على البرنامج، يعني ما بتخش على الاوتوكاد وافكر على الاوتوكاد، فكر وارسم وشخبط زي ما بقول دايما للطلبه، شخبط وطلع كل اللي في دماغك، وبعدين ابتدي استخدم التول انها تترجم اللي انت رسمته. المرحله بتاعه السيميوليشن هي مش المرحله رقم واحد يا باشمهندس، هي مرحله رقم ثلاثه. رقم واحد انك تفكر تشوف الفكره اللي انت عايز تعملها، والفكره دي اتمنى ان انا اكون وصلت دلوقتي انت ازاي تعمل فكره
تتماشى مع اللي حواليك، مش فكره ليس لها علاقه بالواقع وليس لها علاقه بنوع المبنى وكذا وكذا. المرحله السكتشنج اللي في الاول، وبعدين ببتدي تشتغل المساقط بتاعتي تبعا للسايت او تبعا للتفاصيل اللي محيطه بيا، وبعدين بدخل المشروع بتاعي زي ما بدخله وبعمل كاد وبعمل 3 دي وكذا. ممكن اروح مدخل المبنى بتاعي او المساقط المبنى اللي انا عايز اشتغل عليه بتفاصيله، وبقول له وبحدد له انا موجود فين، وبحيث ان الداتا بتاعتي بتاعت البنات المرخيه تكون مسجله عنده، ويبتدي يديني لايتنج اهي ناتشرال اهي ارتفيش، انا بحدد له انا عايز اشوف ايه وبانهي طريقه، فبيبتدي يديني الفيدباك بتاعه. فالبرامج لو مش متوفره على الصفحه ممكن ابتدي انزل لكم اسمائها. وفي اماكن كتيره جدا بتهتم بموضوع البرامج بتاعه البام. وتاني انت بتتكلم في مرحله دلوقتي ان انت مش بس تصمم وتشوف المبنى هيبقى ازاي فقط، انت كمان بتقدر تحسب تكلفته وتقدر تعرف الكوست بتاعك هيبتدي من امتى وتتحكم فيه ازاي. دي اللي برامج البام بتتكلم فيه دلوقتي، وفي مشاريع كتيره في مصر بتبتدي تشتغل على ده، انك ازاي تعرف تتحكم في المبنى بتاعك لو حصل فيه اي مشكله في اي وقت، تقدر ان انت ازاي تعمل فيه عليه كنترول، مش مجرد ان انا مش عارف المشكله اساسها فين. فده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني، في دراسات كتيره جدا لو انت بصيت او رجعت لوزاره البيئه او هيئه الطاقه الجديده المتجدده، بيدوا احصائيات حديثه جدا على معدل استهلاك الطاقه اللي موجود في مصر ازاي. خليني اقول لك نقطه انت اكيد طبعا تعرفها، بس يعني هقولها ممكن بطريقه تفصيلية شوية. احنا عندنا هنا في مصر تعدد لمصادر انتاج الطاقة، فاحنا كنا الاول بنعتمد على المصادر غير المتجددة، دلوقتي بنعتمد على مصادر متجددة زي طاقة الشمس، زي ما اتعمل محطة بمبان في أسوان، وفي محطة تانية برضو هتتعمل، بحيث ده أكتر مكان بفيه اكتساب شمسي كبير، فالمحطات دي هتبتدي تولد معدل كبير، فبالتالي الكهرباء ما تقلقش الفترة اللي جاية مش هيحصل حاجة. ليه؟ لأن الفترة اللي جاية إن شاء الله بيبقى فيه تطوير دايما للمصادر، وما دام بتنوع مصادر الإنتاج فمبقى فيش مش مش هيبقى فيه مشكلة في معدل الاستهلاك. ممكن تكون المشكلة في العائد المادي، في الدفع المادي اللي أنت هتدفعه شهريا في الفاتورة بتاعت الكهرباء، لو المبنى بتاعك معتمد على الكهرباء، غير لو المبنى بتاعك معتمد على سولار بانلز او وحدات شمسيه بتولد الطاقه بتاعته عشان تشغلها له او تحولها له الكهرباء، او انها تسخن المياه سخانات شمسيه بدل بقى سخانات الغاز اللي عمالين نسمع مصايبها دي كل شويه، او سخانات الكهرباء انها برضو بتاخد من الكهرباء. لا، ممكن اعتمد على السخانات الشمسيه. فالمبنى بتاعك اللي انت صممته قدرت ان انت تخليه هو قائم بنفسه وقائم بذاته. في ابحاث كتيره جدا ابتدت تتكلم في الموضوع ده، في مباني كمان في مصر ابتدت تبقى مباني يعني ليها بعد بيئي وليها تأثير بيئي، وده واضح في التفاصيل المعمارية اللي موجودة. يعني انت نفسك وانت بتتحرك كده في اي مكان هتبص تلاقي الواجهة دي في حاجة غريبة، الواجهة دي تقليدية، الماتيريال ده شكله غريب. طول الوقت يعني انت خليك برضو باصص، لان انت طول الوقت تشوف الناس بتتكلم في ايه وانا اقدر اعمله. يعني فكرة ان انت بتفكر في بيزنس الفترة اللي جاية معتمد على الطاقة والاستهلاك، ده هيبقى توجه كبير جدا الفترة اللي جاية، مش فقط توجه حكومي، لا توجه من الاشخاص، لان كل واحد هيبقى حابب ان هو يقلل من فاتوره الكهرباء اللي بيدفعها بشكل شهري، حتى لو هدفع كتير وانا بشتري الوحده او الوحدتين او الثلاثه، طبعا حسب الوحده بتنتج قد ايه وانت محتاج قد ايه فهتركبها كام واحده، مقارنه باللي هتدفعه على مدار شغل المبنى. هتبيع كمان، ممكن تبيع في فيلات في التجمع الخامس، بتبيع الكهرباء اللي بينتجوها لو عنده فائض في الانتاج بتاعه، فبيبيعه لشركه الكهرباء وبياخد فلوس. فالاثنين او التوجه ده بقى دلوقتي ناس كتيره بتشتغل عليه بشكل فعلي، لان هو الناس لما ابتدت تحس بالمشكله، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم، لما ابتدوا يستشاروا بالمشكله فابتدوا بقى يقولوا لا نرجع خطوه ورا ونفكر بقى في مباني بيئيه، نتكلم في صناعات غير ضاره بالبيئه، نتكلم في زراعات غير مؤثره على استهلاك الميه. فدي خطوات بقت عالميه مش محليه بس، وهتقدر تلاقي داتا محدثه واسبابها، تعرف الطاقه بتستهلك ازاي، ده بيستهلك قد ايه، التوتال بتاعك ايه، ده سهل جدا ان انت تتوصل اليه ان شاء الله. شكرا جزيلا. في باشمهندس بيسال عايز امثله للمباني موجوده في مصر او الدوله الاولى في استخدام التصميم البيئي. ايه الامثله اللي موجوده في مصر تكون بشكل حلو في الاستدامه؟ طيب في مباني هنا في مصر ابتدت تاخد الليد، مش تاخد الليد، هي ابتدت تقول احنا قيمنا او قيمنا نفسنا من خلال العناصر الاساسيه لشهاده الليد. وفي بقى معلش يعني
ممكن برضو باشمهندس كان بيتكلم من شويه، في دلوقتي كمان كورسات بتتاخد على ان انت تدرس او تعرف الليد عباره عن ايه، ان انت تبقى واخد شهاده ان انت هتقدر ان انت تصمم وتنفذ من خلال معايير الليد، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا برضو بنشتغل عليها. في مباني هنا في مصر لو بتتكلم على مستوى مباني بيئيه، فانا عندي تنوع، عندي مباني باسف، مباني معتمد على تصميمها فقط زي المباني الاسلاميه، زينب خاتون، القنديلية، كل المباني الإسلامية هي مباني بيئية 100%، لأن أنت لو دخلتها الصيف أو الشتاء أنت مش هتستشعر بالمشكلة نتيجة لاختيار المواد سليمة، توجيهه سليم، سمط الحيطة، اعتماده على الأفنية، الملاقف، كل العناصر الإسلامية في التصميم ناجحة جدا جدا، ونقدر نقول عليها مباني بيئية. إيه مباني حديثة؟ عندي مباني حديثة جدا زي مبنى كريدي أجريكول اللي موجود هنا، ده واخد شهادة الليد اللي أنا متذكراه دلوقتي، مبنى أعتقد جامعة مصر في أكتوبر برضو من المباني البيئية. هحاول إن أنا لو أقدر أجمع لكم مجموعة من المباني اللي موجودة، المباني المصرية لو بنتكلم على الإطار المحلي موجودة هنا في مصر، وبشكل تفصيلي بقى المساقط بتاعتها إيه، المعالجات اللي عملوها إيه، وهتلاقي طبعا المباني دي هي مباني ناجحة، ودرسها بيئيا ودرس مناخ ودرس كل التفاصيل المعمارية اللي هو يقدر يشتغل عليها. مفيش حاجة اسمها أفضل دولة في العالم، ألمانيا من الدول اللي ليها توجه بيئي كبير جدا، ألمانيا وأستراليا وإنجلترا كل دولة بيبقى ليها تميز في إيه؟ تميز في التقنيات اللي هم بيستخدموها. كل الدول يعني عندي أمريكا عملت الليد، إنجلترا عملت البريام، كاسبي عملته اليابان، جرين ستار عملته كندا، في ليد الإمارات، يعني كل الدول، وفي ليد تبع الهند، كل الدول ابتدت تبقى ليها توجه بيئي ومركز مختص بالدراسات البيئية والعمارة البيئية والعمارة الخضراء على مستوى العالم. لكن هتلاقي ان التقنيات اللي بتتميز بيها المانيا او المباني اللي بتقام في المانيا هي مباني مميزه جدا معماريا. الافكار المعماريه اللي بيستخدموها او التقنيات اللي بيستخدموها كل ما هو موجود بره احنا بيجي لنا بعدها بسنين، يعني موضوع ان انت تدخل فندق وتحط ايدك تبتدي المايه تشتغل ده تكنيك بقاله سنين بره الناس منبهره بيه هنا في مصر. ادخل الاوضه احط الكارت تنور الناس منبهره، يا جماعه ده بقاله سنين برضو بره. يعني كل ما هو خاص بالافيشنسي بتاعتك انك ازاي تقدر تتحكم في استهلاكك للطاقه او استهلاكك للميه، كل دي تقنيات معموله كتير بره او معموله لان هم ابتدوا هم لان هم الازمه عندهم اكتر، معدل الاشعه الشمسي عندهم اقل، فابتدوا يركزوا في تفاصيل كيفيه الاحتفاظ بالحراره، امكانيه تدفئه المبنى بشكل دائم، فالتفاصيل هتلاقيها كتيره جدا في اكتر من دوله. يعني ما فيش دوله قول هي الدوله دي هي الاحدث او هي الافضل، لا، في اكتر من دوله بيبقى فيها معماريين متميزين جدا ومهتمين جدا بالتوجه البيئي. باشمهندسة مريم اتفضلي. ايوه تمام. السلام عليكم، شكرا وعليكم لحضرتك، السلام. شكرا جدا يا دكتور على المحاضره، استفدت كتير. انا مريم نبيل في بكالوريوس اوربن ديزاين اند بلاننج في هندسه عين شمس. هو انا حقيقي مهتمه بالانفيرمنتال ديزاين وبحاول يعني انمي دايما نفسي فيه، بس الفكره ان انا دايما بقف في مرحله الاناليسز. يعني مثلا اتعلمت برضو في البرامج السيميليشن زي ليدي باج والهاني بي، بس دايما بقف في مرحله في الديزاين، يعني في اللي انا بعمل بس اناليسز في الزون في الارض والاناليسز للتمبريتشر والحاجات وازاي يعني في كل فراغ وكده، لكن ما بعرفش بقى اوصل لمرحله اللي انا اعمل له ديزاين بالانفيرمنتال. يعني دايما بعمل يعني كونسبت وبس، مش بعرف اصيغه في الانفيرمنتال واعمل برضو عليه سيميوليشن على البرامج. فيعني عايزه اعرف برضو ازاي ممكن انمي نفسي في الحته دي اكتر، خصوصا كمان اللي احنا يعني او كمان منتورز يعني في سواء معماريين في مصر هنا بيستعملوا الحوار ده اكتر. لان المشكله انا مثلا دايما بشوف الريسورسز زي مثلا عماره حسن فتحي او الاسلاميه وهكذا، الاستعمال بالطين يعني حاجه زي كده انا مش هعرف استعملها لو بستعمل برج مثلا. فازاي برضو تبقى الاستعمالات حديثه وتتناسب مع الطبيعه المصريه، يعني برضو لو انا هشوف اكزامبلز بره مصر او ليد او كده او اي اكزامبلز مره بس بره مصر مش هتبقى مراعاه المناخ بتاعنا. وشكرا لحضرتك. تمام. بصي، هو برضو زي ما كنا بنقول ان في برامج بتعمل سيميليشن للمبنى، في برامج بتشتغل على انها تبدا تحسب الاكتساب الحراري ومعدل التهويه او مشاكل حركه الرياح اللي موجوده على مستوى الاربن. في برامج، يعني خليني اجمع لكم بقى الاسماء بتاعت البرامج دي وانزلها لكم ان شاء الله، منها الام بي مت،
منها الامبيد، وفي برامج كمان احدث من كده بتبتدي تديكي النتيجه بشكل يعني اصح وتديكي حلول عمرانيه. يعني في برامج بتديكي حلول معماريه، انت بتقولي له المناخ اللي انا موجوده فيه، بيبتدي هو يديك الحلول، اعملي اكتساب حراري، لازم تعملي تظليل، لازم يبتدي يفكر لك عشان تبقي انت برضو عارفه تصممي ازاي. في برامج كده على مستوى الاوربن سكيل، ان احنا تاني زي ما بقول لكم هو الموضوع مش تصميم وحده منغلقه، انت بتتكلم عن تصميم لابعاد معماريه وابعاد عمرانيه، فدي كمان ليها برامج انت بتبتدي تدخلي المستوى اللي انت بتشتغل عليه كمساحه كتوجيه كمنطقه، بتديكي برضه سامباس ليكي وبيبتدي يقول لك معدل الاكتساب اللي موجود ايه. كمان بيتكلم معاكي في الاختيارات بتاعه الانفراستراكشر، ايه اللي انت ممكن تستخدميه، ايه انواع البلانتنج المناسبه ليكي عشان معدل استهلاك الميه. طبعا انت بتبقي زي ما بديله في الاول كده محددات، النتائج بتبقى مرتبطه بالمحددات اللي انا بديها له، فبيديني مقترحات للتشجير، اشكال التشجير المناسبه ليا، انواع التشجير المناسبه ليا. فدي ممكن مع باشمهندس عمر نبتدي يعني ان شاء الله تنزل لكم كده مجموعه من اسماء البرامج، اذا كنتوا انتوا تحبوا تدخلوا على اليوتيوب تعملوا سيرش وتشوفوها عباره عن ايه وتنزلوها من على النت على البرامج على الاجهزه بتاعتكم وتشتغلوا عليها لوحدكم، او تروحوا تاخدوها في اماكن كتيره جدا بتعمل تدريب بالبرامج دي، لان زي ما بقول لكم هي خلاص بقت حاجه مش ترند، هو ده بقى خلاص احنا يعني ما ينفعش تقول انا هقدم في المكتب الفلاني وانا معايا كاد دوت سي و3 دي وماكس كويس، لا انت لازم تكون معاك برامج تانية او معاك سكيلز تانية تقدر انت تشتغل بيها، اذا كان على مستوى الديزاين او على مستوى الاوربن. حاولوا وانتوا بتدخلوا يعني اعملوا سيرش، وانتوا بتعملوا سيرش على الحاجات الانفيرمنتال تكونوا بتشوفوا حاجات موثقه، يعني حاجات بي دي اف، حاجات فايلات حقيقيه موجوده. لو بنتكلم على مستوى الابحاث هتلاقوا حاجات كتيره جدا بتتكلم، وبتتكلم كمان في تحليلات البرامج يا باشمهندسه مريم، تحليلات البرامج بيبتدي ياخدها ويقول اشتغلت برنامج كذا واداني نتيجه كذا. يعني حتى لو عملت سيرش على اسم البرنامج او اليوزنج اوف بروجرام كذا مثلا، بيبتدي يديكي كل اللي اشتغلوا عليه على مستوى الابحاث. كمان على مستوى المشاريع العمرانيه اللي موجوده بيقولوا، يعني هم بره بيقولوا الشركات نفسها او المكاتب المعماريه بتقول احنا عملنا كذا، او احنا اشتغلنا في مشروع كذا، احنا اخذنا بلاتينيوم، احنا اخذنا جولد، بيقولوا اللي هم بيحصلوا عليه. فبتلاقوا يعني انا شايفه في حد ابتدى ينزل لكم الاسماء مباني بره، بيبقوا حابين ان انت بره بيشتري المبنى او بيسكن في المبنى لما بيبقى عارف انه واخد سيرتيفيكيشن، حتى لو هو غالي جدا، هو بيتكلم في ثقافه مختلفه بره. انت هنا بتتكلم في ثقافه ان انت المبنى ده مساحته ايه، سعره قد ايه يناسبني، ده اللي الناس بتتكلم فيه. لسه مرحله التوعيه البيئيه عند الناس انها تبتدي تفكر في ان تصميم المبنى وشكل المبنى وطرق تشغيله هتفرق معاه، يعني لسه من قريب الناس بتتكلم في موضوع اختيار الاجهزه الصناعيه اللي في البيت اللي بتستهلك طاقه كتير او بتستهلك طاقه قليله. ده اهو ابتدينا، يعني ابتدينا نركز في تفصيله من التفصيلات دي واحنا بنبتدي نختار الاجهزه اللي احنا نستخدمها جوه البيت. كمان في ناس بتركز في المواد اللي تختارها عشان تشطب بيها، بيتقال لك الماده دي الدهان ده بيأثر على ايه الانبعاثات، طبعا في انبعاثات ناتجه عن الدهانات كمان، بيقول لك احنا زيرو ايميشنز، احنا مش بينتج عن الدهان بتاعنا ده او المواد بتاعتنا في التشطيب اي انبعاثات غازيه او انبعاثات كربونيه. فكل عنصر انا عايزه اعرفه من السهل ان انتوا تلاقوا عليه داتا، طول ما انت بتعمل سيرش كده في الاخر اكتب دوت بي دي اف عشان يطلع لك كل ما هو فايلات بي دي اف حقيقيه مش من منتدى مش من حد بيتكلم، تلاقي المبنى ممكن تدخل تعمل سيرش عليه بقى لوحده تاني، فهتعرف تلاقي التفاصيل بتاعته عشان هم مش هيخبوا حاجه مميزه عاملينها، بالعكس هم بيحبوا ان هم يقولوا ان احنا عاملين المباني دي. المباني المحليه اللي في مصر هي زي ما قلت لكم هي بتدي لنفسها ليه، طبعا هي ما تعملش تقييم من الحكومه عليها، هي اللي بتدي لنفسها التقييم لانها مباني بيئيه زي ما كنت بقول لكم، زي مبنى كريدي اكرو كل اللي موجود جوه مصر. لو انتوا عايزين تدركوا ده حاولوا ان انتوا تروحوا المباني دي وتشوفوها على ارض الواقع، يعني ادخل واتفرج وشوف الواجهه عامله ازاي، شوف الفراغ المعماري عامل ازاي، شوف الفراغ العمراني اللي انت قاعد فيه عشان تدرك. هي القصة مش ان انت تبقى حافظ معلومات او عارف معلومات، هي القصة في الابليكيشن ازاي، هي متطبقة ازاي، هي على ارض الواقع ازاي، دي مهمة ان انتوا تبقوا فاهمينها وعارفينها، مش مجرد ان انا اكون عارف ان اعمل كورت، لا روح شوف الكورت، شوف شكله. يعني البيوت الاسلاميه اللي كنت بتكلم معاكم عنها، انت هتروح هتلاقي في كورت وفي فناء وفي مسطح اخضر وفي مسطح مائي، هو بيعمل كده ليه؟ عشان الناس تبع للكاتش بتاعتهم ان هم متواجدين داخل هذا الفراغ،
مش موجودين بره، ما يقدرش يطلع بره مبدأ الخصوصيه، فيبقوا قاعدين في فراغ يمارسوا حياتهم فيها بشكل مناسب ليهم، كحراره او كرطوبه، كمسطح اخضر يقلل من درجه الحراره، مسطح مائي يزود لهم معدل الرطوبه. فهي القصه ان انا ممكن مش بتفاصيل قويه جدا اعمل تقنيات تحسن لي اداء المبنى، لا، ممكن من خلال تصميمي انا اقدر ان انا احقق ده بشكل ايجابي. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله آخر سؤال مع باشمهندس حسين عوضي أستاذنا الفاضل، اتفضل. السلام عليكم يا دكتوره. السلام عليكم يا باشمهندس عليكم السلام أستاذ. عمر، محاضره عظيمه جدا جدا جدا، يعني كعادتك الحقيقه، يعني في الاختيار دكتوره هبه ما شاء الله عليها قمه الـ 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 العلم وقمه سعه يعني الحقيقه، يعني ما فيش كلام ينفع يصفها ولا يصفك يا باشمهندس عمر. انا ليه بس ثلاث استفسارات او ثلاث اسئله كده ان شاء الله. يعني اول سؤال، في تغييرات او فاريشنز بتحصل، يعني انا لو يعني ايه هو النظام لو انا التصميم بتاعي يلائم التغيير البعد الرابع اللي هو التايم، يعني ممكن التايم يبقى مثلا زي اماكن معينه في مصر عموما تلاقي بالنهار حر جدا وبالليل برد جدا مثلا، فهنا التصريف ازاي مع موضوع السستينابيليتي والديزاين والدايركشنز والكلام ده كله الاول والاخره، وهل ده ماخوذ في الاعتبار للمناطق المختلفه ولا لا؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، في عندنا برضه، انا هاخد مثال مصري، يعني مش هتكلم عن مثال العالم، طبعا في حاجات اكتر من عندنا كتير قوي، يعني في مناطق مختلفه في مصر مثلا البيئات بتختلف من الشمال للجنوب للشرق للغرب، يعني الانفايرمنت في يعني مش بتكلم على البوليوشن على فكره، ولا على يعني بتكلم على ايه، القواعد بتاعه الليد، هل هي المفروض انها تختلف بقى من مكان لتاني؟ يعني مثلا الجو في مثلا في الساحل الشمالي الغربي غير الشرقي، غير القاهره، غير الصعيد، غير شمال الصعيد، غير جنوب مصر. فهل برضه هذا الكلام يعني to be taken into consideration during the design؟ دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه واللي هي الهامه جدا، يعني هل احنا اوريدي بدانا في مصر ان احنا عندنا قواعد، يعني اللي اعتقد له سبع فاكتورز كده، الانترنال واكسترنال، يعني سبع قواعد بتاعت الليد. انا طبعا احنا يعني انتوا الاساتذه الكبار في المواضيع دي، هل احنا في مصر بدانا نعمل قواعد لهذا الكلام وبدات فعلا تتحط بشكل يعني اوبليجاتوري مثلا على الديزاينز اللي بتحصل جديده، او انها تتطبق مثلا على الحاجات القديمه اذا امكن؟ فانا اسف على التطويل يعني، بس احنا يعني ايه بنضطر الدكاتره الممتازين اللي زي كده ان احنا يعني ايه نحاول ناخد منهم اقصى قدر يعني من المعلومات. يعني تسلم يا فندم، ربنا يخلي حضرتك، ده شرف ليا طبعا كلام حضرتك. طبعا هو السؤال الاولاني فكرة إن المبنى يكون متفاعل مع البيئة اللي حواليه، إن هو يكون دايناميك، ده فعلا بيتنفذ، بمعنى إن الحيطة بتاعتي دلوقتي متعرضة لإيه؟ الفكرة إن أنا مثلا زي الكاسرات المتحركة، أنا الكاسر ده مش ثابت طول الوقت، وطبعا لما باجي أصممه بصممه على أكتر زاوية شمس تعمل لي مشكلة، مش على كل زوايا الشمس، دي لو هي ثابتة. في دلوقتي بيبقى الكاسرات بتاعتي دي متحركة تبعا لحركة الشمس، هي بتتحرك. عملوا مجموعة برضو من الأفكار أو الحلول للواجهة نفسها تبتدي تشتغل إزاي تبعا للحرارة اللي هي بتاخدها، الإزاز بتاعي يتغير لونه تبعا لمعدل الإضاءة اللي موجودة لي من بره. فهو فكرة الديناميك بيلدينج موجودة بالفعل بره، طبعا احنا ما عندناش ده في مصر، لكن ده موجود فعلا بره، إنه يخلي المبنى بتاعه متكيف مع اللي حواليه او مع السراوندنج انفايرمنت ايا كانت. يعني في نموذج لمبنى اول ما ابتدوا يفكروا فيه، ان هم عملوا سيركل كده على الارض، المبنى يبتدي يتحرك يتحرك يتحرك، يعني الحركه الديناميكيه دي انت لا تستشعر بيها لكن هي بتحصل، ان هم يبقوا في الواجهه دي تبقى في توقيت، او الحيطه دي تبقى او الفراغ ده في توقيت على واجهه وفي توقيت على واجهه، ده برضو اتعمل بره. فكره ان انا مش عايزه اخلي المبنى قائم طول الوقت ويتأثر فقط، لا، أنا عايزاه يكون متأثر ويتأثر، هو بيبتدي يتغير بحيث إن الشخص اللي موجود داخل الفراغ ده
قادر ان هو يستشعر التغيرات اللي بتحصل بره، ولكن لها لا تؤذي، يعني واجهه شرقيه واجهه غربيه، لان الشمس موجوده في التوقيت ده على الواجهه دي، فانا بخلي الفراغ كله يتاثر بيها او ان هو يبتدي يتعرض بيها، فده موجود بالفعل. وتقنيات كمان الخاصه بالديفايسز اللي بيركبوها بقى، اذا كانت سان بريكس او اذا كانت الويند بريكس، الحاجات اللي علاقه حركة الرياح أو حركة الشمس، دي حاجات بيتم تركيبها على المبنى، ولكني في مرحلة التصميم أنا عارفها، يعني أنا مش بخلصها ومش بخلص التصميم وبعدين بقى هم يتناولوا الموضوع، لا، أنا مادام شخص انفيرومنتال من الأول فأنا بكون موضحة كل التفاصيل التصميمية. يعني لما نيجي مثلا طلبة بيتخرجوا وحد يقول أنا يا دكتور عايز أشتغل في الجزء البيئي، تمام، كويس جدا، كل عنصر هتشتغل عليه لازم أفهمه هيتركب فين واشتغل إزاي وسمكه إيه ويتركب، يعني مش مجرد إن أنا هعمل هنا وخلاص وانا مش فاهم. فده بالنسبه للجزء الاولاني السؤال حضرتك. انا بس ليا تعليق بس على الكلام حضرتك ده. الكلام ده موجود من اواخر السبعينات، يعني 78 79 كان بدا يطلع المباني اللي بتتلف وموجوده في الخليج، المباني اللي هي موجوده من زمان قوي، بس هو المباني اللي بيحصل بتعمل روتيشن، حتى هاي رايز يعني فيه بيتعمل روتيشن، واخد بالك حضرتك؟ بس مش ده قصدي. انا قصدي المبنى نفسه، لو انا بعمل يعني مش اي مبنى عشان اخليه يبقى يعني الفورس دايمنشن يشتغل معاها صح، انه اخليه كله لف. يعني بتكلم عن الميثودولوجي بتاعت الديزاين نفسه. انا طبعا انا فاهم حضرتك ان في سيستمز ممكن تستخدم الريح يزق من هنا او يعمل من هنا او يعني انا مش مانش انا طبعا انا مش متخصص زيكم يعني، بس انا قصدي ان حكايه المباني اللي بتدور دي، والدور دور دور وفي ناس بتدور كلها على بعضها، العماره كلها على بعضها، موجود من انا بقول لحضرتك، انا اذكر اول مره شفت الكلام ده كان 79 تقريبا في معرض هنا في اسكندريه، حتى في 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 في, في, في عماره اسكندريه. فده يعني هل ده اللي انا قصدك عليه ولا يعني اللي انا فاهم قصدك ان في حاجات كده وفي حاجات تانيه، يعني معتمد على ان انا مثلا ايه استغل الريح مثلا ان هو يلف لي حاجه اجزاء او في يعني لو انا بعمل شيلترنج مثلا على وجه او على اي حاجه الظواهر الطبيعيه اتحركت تعمل معاها، هل ده اللي انا فاهمه كده صح ولا ما اللي يعني حضرتك اللي حضرتك فاهمه صح واللي انا بقوله برضو صح، هما الاثنين موجودين يا فندم. يعني انا ممكن الفراغ بتاعي يبقى في جزء معين حيطه، بعد شويه الحيطه دي تبتدي تبقى عنصر ازاز، وبعد شويه ترجع تاني تبقى حيطه، ده موجود، ان هم ابتدوا يشتغلوا على النانو تكنولوجي بتاعه الماتيريال، بيبتدوا يشتغلوا على الخصائص بتاعه البروبرتيز بتاعه المواد نفسها، مواد البنى، بحيث انها تكون قابله للتغيير، سمكها بيتغير، لونها بيتغير، شكلها بيتغير، ده بيتعمل بس برضو في حدود محدده، يعني ما اقدرش انفذ ده، ان هو برضو احنا بنتكلم في تصميم وتنفيذ، ما اقدرش انفذ ده في كل انواع المباني او في كل الارتفاعات، بيبقى ليه اشتراطات معينه، لكن ده موجود. بنفس فكره ان انا اشيل الفرش وادخله من الحيطه وارفعه على السقف بحيث ان انا افضي المساحه وبعدين ارجع بعد شويه افرد السرير تاني فياخد المساحه، ده موجود. موبايلتي بيلدينجز، المباني اللي بيبقى في امكانيه لتغيير حجمها ومكانها، ده برضو موجود، واتجهوا ليه مش من الاساس ان هو بيتكلم في تشكيل اللي بيتغير، لا، هو كان بيبص لفكرة ان انا لا اؤثر على التربة اللي انا بنفس فيها ولا اؤثر على طبيعة المكان اللي حواليا، فده موجود. يعني فكرة ان يعني كانوا زمان او الزمان، يعني ده الافلام الاجنبي تلاقي الاسانسير يتحرك بشكل افقي وبعدين بشكل رأسي، وده يفتح هنا وده يفتح، ده موجود، ده يعني هو مش تخيل، ده موجود بالفعل، بحيث يبقى ليها تقنيات مش بتخرج بس على مستوى الاستراكشر، لا، طريقة التنفيذ أنا عارفة أن الفراغ ده موجود، بعد شوية هيطلع يدخل في جزء تاني وبعدين يختفي، والجزء ده ممكن تبقى جاردن لتوقيت معين وبعدين ترجع تتقفل تبقى فيه جزء تاني أو صوبة أخرى بتبتدي تشتغل. فهو في تكنيكس تانية، عشان كده أنا قلت حاجة، هو بيعتبر اسمه دايناميك، المبنى نفسه متحرك، المبنى نفسه بيتغير، لو عشان ياخد توجيه مختلف ده موجود، أو عشان يخلي الأفراد اللي موجودين جوه يشوفوا فيو ما كانش موجود على اللقطة دي، أو موجود في الدور ده وبعدين يتحرك، يعني ده موجود وده موجود، لو كمبنى، لو ستراكشر، لو فرنيتشر أو طريقة فرش، وكمان لو بتكلم في عناصر خاصة بالتصميم نفسه بتاعة القطع أو بتاعة المباني. مش عارفه السؤال التاني كان حضرتك بتتكلم عن ايه، معلش انا اسفه، اللي هو على المناطق المختلفه،
يعني احنا مثلا الانفايرمنت في بحري غير قبلي غير جنوب غير سيناء تمام غير البحر تمام الاحمر، بكلم على انا بكلم على مصر عشان اقرب المسافات تمام مصر للمدينة. كلها، مصر كلها مناخها حار جاف، رغم يعني حر جاف، يعني معدل نسبة الصحراء أعلى من معدل المسطح المائي، رغم إن إحنا عندنا البحر الأحمر والبحر الأبيض ونهر النيل، لكن نسبة الصحراء عندنا في مصر أعلى، فمصر كلها مناخها مناخ حار جاف. طيب أنا عندي ساحل شمالي وعندي أسوان وعندي سيناء، مختلفين، هما اختلافهم اختلاف جغرافي، جغرافي بمعنى إنها متعرضة لمسطحات جغرافية مختلفة. فحضرتك هتلاقي في الصيف اسكندرية ممكن تكون درجة الحرارة عندها 18، وأسوان بتتكلم في 25، احنا بنتكلم في رينج مختلف ولكنه داخل نفس البوتقة، يعني ما بقولش إن أسوان 50 واسكندرية 10، لو حصل الاختلاف الجذري ده يبقى ده اختلاف مناخي، ولكن احنا عندنا هنا في مصر تغير في درجة الرطوبة ودرجة الحرارة من محافظة لمحافظة أو من منطقة لمنطقة داخل جمهورية مصر العربية، لأن كل منطقة بتتعرض لمسطح مختلف. يعني لو بتكلم على الغردقة واسكندرية، ما هما الاتنين على مسطح مائي، الاتنين زي بعض؟ لأ، دي متعرضة لمسطح مائي ومسطح مفتوح، مسطح أخضر اللي هي الساحل الشمالي، أو مسطح مفتوح في معدل درجة الرياح مختلفة أو سرعة الرياح مختلفة. بتكلم عن الغردقة وشرم الشيخ والمنطقة اللي ليها علاقة بساحل البحر الأحمر، فهي متعرضة لمسطح صحراوي اكتر، الرمال والجبال والهضاب، فده بيخلي معدل الحراره مختلفه. طيب وانا بصمم، هل في عندي حاجه تقول لي لو انت بتصمم في اسكندريه تعمل كذا، لو انت في اسوان تعمل كذا؟ للاسف ايوه، وبقول لحضرتك للاسف لانه ما فيش حد بيرجع للنقطه دي. انا عندي كود للطاقه للمباني السكنيه، وعندي كود للطاقه للمباني الاداريه، وده اكثر من رائع يا فندم. كل منطقه جغرافيه في مصر ابتدى يحدد لها الماتيريال اللي يقدر يستخدمها، والماتيريال دي تستخدم بسمك ايه، والواجهه تبقى عامله ازاي. هو دخل في التفاصيل بتاعت ايه، انا هستهلك طاقه عشان الاكتساب الحراري، او انا هتوصل لي حراره داخل الفراغ بتاعي في منطقه غير المنطقه. فانا بقول لك للاسف، لان هو ما فيش حد بيشتغل على الكود، ما حدش بيشتغل على الكود الخاص بالطاقه، وده مدروس وده معمول بالفعل يعني. فانا اقدر استخدم نفس مواد البناء في اسكندريه هي هي بتاعت القاهره؟ اقول لك لا، لان انت هناك بتتعرض لنسبه رطوبه اعلى وهنا اقل. طب نفس اللي ببني بيه في اسوان هو هو اللي ببني فيه جوه مرسى مطروح؟ اقول لك لا، لان اسوان بتتعرض لمعدل درجه حراره اعلى من الاخرى. لكن كلنا، معلش اكد تاني على الجمله دي، كلنا مصر كلها مناخ حار جاف، لكن التقسيم الجغرافي لمصر عندي ساحل البحر الأحمر، ساحل البحر الأحمر يعني كل المنطقة اللي على ساحل البحر الأحمر معدل الحرارة والرطوبة فيها متقاربة، ساحل البحر الأبيض كل المحافظات أو المناطق الموجودة على هذا النطاق الجغرافي معدل رطوبة وحرارة متقارب، وادي النيل نفس القصة، شبه الجزيرة نفس القصة، الصحراء الغربية نفس القصة. فده تقسيم جغرافي لأنها بتتعرض لمسطحات مائية، يا بتخزن حرارة يا بتعكس حرارة، فبالتالي أنا ممكن ألاقي التفاوت اللي ده موجود. لو حضرتك بتتكلم كمان، أعتقد ده السؤال الثالث متهيألي، اللي هو الخاص بالريتنج المصري أو الريتنج اللي معمول في أمريكا. زي كنت بكلم عشان سمر في اول ما كنا بنفتح الميتنج، يعني كانت رساله الماجستير بتاعتي اللي هي كانت 2010، يعني من فتره طويله تعتبر، يعني كنت بتكلم عن الجرين ريتنج سيستم او نظم التقييم الاخضر. كل دوله في العالم عامله لنفسها نظام معتمد على ايه، او على اساس ايه؟ على اساس ان احنا كدوله عندنا مشكله في النقطه دي او في الموضوع ده، فبالتالي بنديله درجات تقييم مختلفه، كلهم تحت نفس الامبريلا، كلهم بيتكلموا في العناصر اللي تعمل مشاكل، السايت والووتر والانرجي والكواليتي اوف لايف والانوفيشن. كل دوله كلنا بنتكلم زي بعض تحت نفس الامبريلا، لكن ايه اللي اختلف؟ اختلف توزيع الدرجات. يعني ممكن دوله تدي على الميه، طبعا الميه ده العنوان الرئيسي، لو حد مش عارف الريتنج عباره عن ايه، العنوان تحتيه أربع خمس ست سبع ثمان على حسب بقى إيه الموضوع، ليه كيفية عمل هذه القصة. يعني أنت بتتكلم في كافات استهلاك المية تلاقيه بيتكلم معاك، في السايت تاني تلاقيه بيتكلم معاك في استهلاكك للمية داخل المبنى بتاعك، البلانتنج اللي أنت بتشتغل عليها. فكل دولة ابتدت تحط درجات أو بوينتس مختلفة على العناصر الأساسية للتقييم اللي احنا بنقيم على أساسها. فحضرتك تلاقي إن أمريكا بتتكلم في 100 درجة، أعتقد مقاربة ليها برضو إنجلترا. احنا هنا في مصر لا، احنا هنا في مصر زودنا
نقاط مواضيع، سوري، زودنا المواضيع، يعني ابتدينا ندخل كمان من النقط اللي احنا المواضيع اللي نقيم عليها التشييد. دي نقطة هنا في مصر احنا شايفين انها من المشاكل، ودي من الحاجات انا كنت بتكلم عنها. يعني احنا عشان نعمل ريتنج مصري لازم نشوف احنا مشكلتنا فين. يعني احنا هنا لو بنتكلم في ريتنج في مناخ حر، عناصر التقييم بتاعته تختلف عن المناطق الباردة. ده بيتكلم ان هو يعمل هيتنج، تسخين ازاي ويوفر ازاي، واحنا بنتكلم ازاي نعمل كولينج او تبريد ونوفر ازاي. فبالتالي في اختلاف، هو بيحط عناصر وانا بحط عناصر، احنا الاثنين نفس تحت نفس العنوان اللي هو الطاقة، لكن انا بتكلم في نقط وهو بيتكلم، او انا بتكلم في عناصر وبيتكلم في عناصر. فهنا وده اللي انا كنت بقترحه، ان احنا يبقى لينا ريتنج مصري. لما قارنت الريتنجز كلها ببعض ولقيت هما بيتفاوتوا في ايه، يعني دولة عندها مشكلة في المية فتلاقيها بتدي درجات للمية عالية جدا، ان المباني اللي تاخد سيرتيفيكيشن نقول انها فعلا بتوفر جدا في استهلاكها للمية. وقت ما خلصت كان ابتدى الجرين بيراميد يطلع، كان درافت ما كانش لسه منتهي يعني، فابتديت ان انا اشتغل عليه واقارنه باللي انا كنت بقترحه واطلع بيه، وطلعت في الاخر في رساله الماجستيريه في جامعه القاهره في هندسه القاهره، وهي بالعربي، كانت الحمد لله اول رساله بالعربي بتتكلم في الريتنج سيستم اصلا. فهي الحمد لله الحمد لله لغايه دلوقتي، يعني كل ما بروح المكتبه يقولوا لي عايزين نسخه، لانها ما شاء الله بتتفتح كتير، لان ناس كتيره ابتدت تبقى مهتمه بالجزء ده بيئيا يعني. فاحنا هنا في مصر زودنا عناصر تقييم، منها زي ما قلت لحضرتك تنفيذ الموقع، وكمان زودنا الدرجات. يعني احنا بنتكلم في 200 درجه مش 100 مش 85. اليابان ما بتديش درجات، بتدي حسابات، بتدي معادلات، وبتبتدي تتدخل الوضع عندك، وبتبتدي تشوف نتيجه الكالكوليشن دي ايه وتقيم نفسك، وبتدي ليفلز. يعني احنا عندنا هنا في مصر عشان احنا طبعا الهرم الاخضر، فاحنا مدخلين مفهوم الهرم في الليفلز، فعندي الهرم الاخضر والهرم الاعلى حاجه طبعا الهرم الاخضر، وبعد كده بتكلم بقى في تدريجات هذا المسمى. يعني في ليد بيتكلم عن ليد مش ليد عشان ما حدش يتلخبط، ليد الخاصه بالاضاءه الصناعيه، ليد دبل اي اللي هي نظام التقييم التابع لامريكا، ده بيتكلم فيه بلاتينيوم وجولد وسيلفر وباس. طبعا كلهم عندهم باس، يعني عندهم اقل رقم، معنى ان انت وصلت له انت المبنى بتاعك مش واخد سيرتيفيكيشن، او المبنى بتاعك مش محقق كل اللي احنا بنتكلم فيه، لكن هو محقق بس بنسبه ضعيفه. ففي مباني بيبقى ليها فرص انها تحسن من ده، وفي مباني بتكون من بدايه التقييم بتاعها واخده ريت عالي جدا او ريت محترم جدا، اللي هو من الاساس ابتدى يصمم وكمان ينفذ. يعني هو الريتنج اللي علاقه بالتنفيذ والتصميم والتشغيل الثلاثه مع بعض، عشان هو ده يقدر يقول في الاخر المبنى ده ياخد سيرتيفيكيشن او لا. اتمنى اكون يعني الاجابه بتاعتي كانت واضحه للاسئله الخاصه بحضرتك. يعني دي محاضرة، دي محاضرة تانية، وجزاك الله خير يا بنتي والله، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يحميك ويحفظك يا رب، ربنا يحميك ويحفظك يا بنتي يا رب، ربنا يحميك ويحفظ الدكتورة الجميلة، ربنا يبارك فيك. ربنا شكرا يا باشمهندس عمر، شكرا 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 جزيلا للجميع والله، شاكرين جدا. ألف شكر دكتور، الله يكرمك، ألف شكر باشمهندس، جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير دكتور، ألف شكر على المحاضرة القيمة، وإن شاء الله يبقى لنا لقاء آخر في محاضرة أخرى بإذن الله. الله يكرمك دكتور، إن شاء الله، ألف شكر. شكرا جدا.